اهلا بكم من جديد. لسه معانا والاهلي الليله، الاهلي الليله واحلى ليله. مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الاهلي مشرفنا النهارده في حلقه خاصه جدا وفي اول ظهور تلفزيون ليه. نورنا ومشرفنا واهلا بحضرتك وشكرا على قبولك الاستضافه. ميرسي بوكو لوت هاكاي. جدا استقبالكم. لو تسمح بقى نطلع فاصل سريع نشوف في تقرير ترحيب بيك ونرجع نتواصل. اتوتفيت. تقرير سريع ترحيب بالمدير الفني للنادي الاهلي ونرجع لنتواصل. باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي الأول في قلعة النادي الأهلي تولى القيادة الفنية للقلعة الحمراء حاملا آمال وطموحات الجماهير الكبيرة في العودة لمنصات التتويج بدوري أبطال إفريقيا والحفاظ على درع الدوري وكأس مصر والسوبر. يعي جيدا روح الفانلة الحمراء وطموحات الجماهير والإدارة التي تلامس السماء. كان كارتيرون لاعبا كبيرا ومن أفضل لاعبي خط الوسط في فرنسا حيث بدا رحلته مع ساحرة المستديرة مع أكبر الأندية وعلى رأسها أولمبيك ليون ورين وكان وسانت إتيان. خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز باللعب لساندرلاند أيضا وهي المسيرة التي امتدت لسبعة عشر عام. اعتزل بقميص نادي كان الفرنسي واتجه للتدريب من حيث أنهى رحلته كلاعب. تولى كارتيرون تدريب ناديي كان وليجون في الدوري الفرنسي قبل أن يبدأ مغامراته بين ثلاث قارات مختلفة. بدأها في أدغال إفريقيا بتولي القيادة الفنية لمنتخب مالي. حقق معه إنجازا بالتتويج ببرونزية كأس الأمم الإفريقية 2013. وصل التألق تدريبيا بعدما انتقل لتدريب نادي مازيمبي الكونغولي وتوج معه بالدوري مرتين وبالسوبر وكذلك دوري أبطال إفريقيا. تأهل إلى كأس العالم للأندية. استمرت الرحلة بالانتقال للتدريب في الدوري المصري عبر بوابة نادي وادي دجلة لمدة موسم حقق فيه نتائج إيجابية. فضل خوض مغامرة جديدة بعد الرحيل إلى النصر السعودي. كان قريبا من التتويج ببطولة الدوري قبل أن يرحل إلى قارة جديدة بتدريب نادي فونيكس الأمريكي. ظل حلم تدريب النادي الأهلي الأكبر في القارة الإفريقية والشرق الأوسط يراود كارتيرون حتى تحقق في صيف العام الحالي ليبدأ مسيرته مع القلعة الحمراء بخطوات ثابتة. استطاع أن يستلهم روح الفانلة الحمراء. تصدر مجموعته بدوري أبطال إفريقيا صعد إلى دور الثمانية كما يواصل مشوار الانتصارات في الدوري العام. كارتيرون في ضيافة الأهلي الليلة. المغامر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الاهلي. طبعا لكل مشاهدينا على شاشه قناه الاهلي واللي مش قادر يتابع يتابعنا على فيسبوك هتكون يعني شغالين لايف في هذه الحلقه. مستر كارتيرون بعد التقرير والترحيب بيك لو ليك اي تعقيب على التقرير. سي في كبير جدا ومشوار كبير جدا سواء لاعب او مدرب.
ديجا ميرسي سا في بليزير دو اشكركم جدا سعاده بالنسبه لي اكون موجود معاكم ونشوف الصور دي معاكم حتى انا برغم ان انا مش حاسس بغربه يعني انا تفكيري اصلا ما كنتش ابقى لعيب محترف في البدايه انا بدات في مركز تدريب ولعبت ونجحت ولعبت وانا افتخر ان لعبت 500 مباراه لغايه دلوقتي لغايه ما اعتزلت وبقيت مدرب والمباراه دي ساعدتني اصلا ان اكون بعد كده مدرب ناجح وانا طبعا انا سعيد جدا بفضل ربنا انا سعيد جدا طلعت لعيبه كويسه وحققت نتائج كويسه وكان في محطات ناجحه في حياتي انا سعيد جدا لذكريات اللي انتوا استرجعتوها معايا اللي بيهمني دلوقتي ان اكمل المغامره واحقق نتائج كويسه واعمل تاريخ كويس في الايام الاسابيع والاسابيع القادمه مع النادي الاهلي دايما مغامر ودايما بتختار التوقيت اللي بتروح في مكان او بتبقى ناجح جدا وفجاه بتسيب مكان عشان تاخد تجربه تانية ولكن تاريخك كبير جدا محتار ابدا معاك منين؟ ابدا معاك وانت لاعب ولا ابدا معاك وانت مدرب ولا ابدا معاك من اللحظه دي لما جيت النادي الاهلي؟ حابب ابدا معاك منين؟ ايبيه او كلوب اهلي دو او فولي كون كومونس هو سي فو كي ديسيدي شو ا فوت ديسبوزيسيون سو سوار انا تحت امرك النهارده في الملعب انا بقرر لكن ده ملعبك وانتوا اللي تقرروا ابدا من فين؟ أنا أشكرك ربما يكون ده ملعبي لكن أنا ضيف عليك في بيتك لأن أنت المدير الفني للنادي الأهلي فأنت صاحب البيت وأنا ضيف عليك فاستأذنتك فخلينا نبدأ من اللحظة دي وهنسترجع كل ذكرياتك. لو هنتكلم عن اللحظة دي هنقول مستر باتريس كارتيرون مكالمة النادي الأهلي طالب كارتيرون للتدريب حصل إزاي ومين أول حد كلمك وإيه اللي أنت شايفه في النادي الأهلي؟ Déjà à l'Ali pour moi je بالنسبه لي النادي الاهلي pendant des années en طبعا بالنسبه لسنين طويله انا كنت بتابعهم من خلال تجربتي في افريقيا كنت متابع الكره المصريه وكان ليا طبعا ليا يعني متابعه كويسه وليا تقدير للكره المصريه خاصه النادي الاهلي لان النادي الاهلي هو النادي الاكبر في افريقيا ونادي محترم كدي مليون سوبورتير نادي ليه ملايين من الجماهير وانا كونترينور ديك جو سوي زاريفي ان افريقيا وانا كمدرب اول ما وصلت في افريقيا كان دايما عيني على النادي الاهلي كومبيتيشن افريكان اون ايتي توجور لان في المنافسات الافريقيه كنا دايما بنبص الاهلي نتائجه شكلها ايه عشان كنت دايما كنت بمرن فرق تانيه في افريقيا مثلا زي مازيمبي كنت بخاف العب الاهلي كنت بحب اخفي ان العب الاهلي فما يجي لي لما ابص النادي الاهلي الاقي ده حاجه منظمه يعني زي مؤسسه كبيره ça me fait penser vraiment à cette expression de Barcelone où on dit que c'est Messi qui est un club plus qu'un club يعني بحس انه فعلا يعني مؤسسه كبيره زي نادي برشلونه اكبر من نادي اكبر من نادي beaucoup plus fort que le club lui-même وانا بحس حتى الجماهير نقطه قوه كبيره للنادي un élément dans une grande famille وانا بعتبر نفسي عنصر واحد من عناصر كبيره في نادي كبير les gens du board qui sont d'un immense respect pour le staff technique وانا طبعا ولاد بكن تقدير كبير للجهاز الفني اللي معايا vraiment les meilleurs moyens الجهاز الفني واداره النادي بيحاول يحطوا كل احتياجات يوفروا لنا كل اللي احنا بنطلبه علشان نحقق افضل نتائج ونشتغل في افضل ظروف ممكنه je trouve vraiment que le club est remarquablement structuré je suis très انا شايف انا في مكان كويس وانا حاسس انا سعيد موجود مع النادي الاهلي عشان ارجع لذكرياتي y compris quand j'ai entraîné à Wadi Degla لما كنت بمر في النادي الاهلي بمر في وادي دجله كنت بشوف وانا في دجله ان النادي الاهلي نادي كبير واكبر نادي في الموسم اللي احنا لعبته رغم ان انت كسبت النادي الاهلي وانت مدير فني لوادي دجله انت طبعا كسبت النادي الاهلي وانت بتدرب دجله ويمكن قلت في تصريحك بعد الفوز انت عشان تلاعب النادي الاهلي محتاج يعني تكون مجهز فرقتك انها تلعب ماتشين مع بعض عشان تقدر تكسب فريق كبير زي ده بالفعل pour que ce genre de choses arrive il faut طبعا عشان الحاجات دي تحدث ان اقدر اكسب قدام نادي كبير زي الاهلي لازم يكون ظروف يعني غير عاديه un manque de réussite vraiment
طبعا النادي الاهلي كان غير موفق في اليوم ده، واحنا اليوم ده كنا موفقين جدا. احنا استعدينا للمباراه دي مع وادي دجله النادي الاهلي. Le match où les joueurs pouvaient se mettre en valeur. احنا مع النادي الاهلي بنلعب ماتش كل 3 ايام، لكن لما انا بلعب مع دجله وانا بمرن دجله طبعا الماتش قدام النادي الاهلي ده النادي الكبير، المفروض اللعيبه تظهر. وادي دجله et les joueurs ce jour-là ont fait le match parfait. واعتقد مع وادي دجله اليوم ده اللعيبه وفقوا وعملوا ماتش رائع وقدرنا نكسب 1-0. ماتش sur pour essayer de contre-attaquer ça s'est passé. وعملنا تغييرات وناس داخلين المباراه عشان نقدر نلعب على الكرات المرتده. un moment historique qui était عشان نعمل حاجه كبيره تكتب في تاريخ نادي وادي دجله ونجحنا في ده. واعتقد في اليوم ده كله كان في كله كنا موفقين في كل النقاط الفنيه والاداريه للمباراه، ونجحنا نعمل مباراه كبيره مع وادي دجله قدام النادي الاهلي. اكيد كانت مباراه كبيره، وكان انت مدير فني ليك سي في كبير قبل ما تيجي، وجماهير كلها المصريه عارفاك سواء كان بتجاربك في افريقيا وانت مدير فني لمازيمبي، كسبت نادي الزمالك المصري في دور المجموعات، كذلك لما دربت في دجله كسبت النادي الاهلي. ولكن التوقيت اللي انت جيت فيه كان توقيت صعب جدا، جماهير النادي الاهلي كانت متطلعه لاسم كبير جدا، لمدير فني كبير على قدر تحديات هذه المرحله، وكان الاختيار عليك. ازاي تم الاختيار وازاي تمت المفاوضات؟ كانت حاجة خاصة جدا، أنا إنسان بحب أشتغل بشكل منظم. أنا كنت وعدت ديدييه دروجبا، كنت آخر مدرب ليه، كنت في أمريكا مع نادي فينيكس، وأنا قلت له هكون مدرب ليك في آخر كام شهر هتتمرن فيهم قبل ما توقف حياتك المهنية كلاعب كرة قدم، لكن العرض اللي جالي طبعا العرض كان كبير لانه من النادي الاهلي. عشان اقدر اجي كانت طبعا الموضوع ما كانش بالسهوله فاكرينها. كان صعب نسيب النادي، لكن طبعا عشان خاطر النادي الاهلي كان لازم اعمل اي حاجه عشان اقبل العرض ده. قلبي قال لي ان هو ده الاختيار المفروض اعمله. ارجع تاني لقاره افريقيا، القاره اللي بحبها جدا، واخد مسؤوليه نادي كبير زي النادي الاهلي في فتره صعبه للنادي، في تاريخ النادي وفي منافسه حتى في الدوري المحلي. في فتره كان الفريق بيعدي موقف صعب في بطوله افريقيا، رابطه الابطال الافريقيه، وانا كان جوايا حاجه داخليه بتقول لي لا، انا لازم اقبل التحدي ولازم اكون مدرب الاهلي، وعايز ارجع النادي الاهلي لمكانه الحقيقي، وعايز اساعد اللاعبين والجماهير ان هم يرجعوا في مكانهم سعداء، الجماهير تبقى سعيده ونكسب الماتشات الجايه. قبلت المهمه في وقت صعب جدا، قبلت المهمه، والمهمه الكبيره قوي هي البطوله الافريقيه، ونتائج الاهلي كانت من مباراتين نقطه واحده، وكان صعب جدا وكان متزايل المجموعه. لكن وانت داخل الاستقبال في النادي الاهلي امام دولاب البطولات، انا لاحظت انك وقفت قدام كاس افريقيا وشاورت عليه بايدك، كان ايه معنى الاشاره دي؟ كاس بطولة الأبطال الأفريقية بالنسبة لي حاجة أنا مش عارف أعبر إزاي، بس أقدر أقول لكم دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. دي بطولة خاصة وصعبة جدا، وكل مباراة في البطولة دي بتبقى زي معركة مع نفسنا قبل ما تكون مع الخصم. d'offrir à nos supporters cette. وانا بصيت للكاس، انا حطيت كده في قلبي حاجه، انا قلت اللي عايز اهدي الكاس ده لجماهير النادي الاهلي. وده كان لازم ان احنا نكسب كل الملاعب اللي نلعب عليها وكل الماتشات ونحقق افضل نتائج عشان نوصل للمنافسه للكاس. وانا بصيت للكاس انا افتكرت الكاس اللي كسبته من مواسم قليله مع مازيمبي. وبعد كده من داخلي انا بصيت للكاس قلت اللعيبه اللي عندي لازم يطلعوا كل حاجه عندهم كويسه، واقدر اساعدهم ان هم يحققوا كل اللي عندهم عشان ناخد الكاس دي ونرجعها. رغم ان موقف النادي الاهلي كان صعب جدا، ورغم ان النادي الاهلي كان بيتزايل مجموعته، وما كانش ان يكون ليك التصريحات دي او تبقى شايف ان الموضوع سهل، ان كان عندك اربع مباريات صعبه جدا، لكن اديت فيهم على اعلى مستوى.
طبعا هنهني حد فوق نهني اللاعبين يعني انا خصوصا ان معايا جهاز فني يعني مميز بالنسبه لي سواء جهاز فني وجميع افراده مصطفى كمان مدرب حراس المرمى والمساعدين بتوعي ومايكل وحسين المعدين بدنيين وطبيب بيعمل عمل خاص جدا وعمل مميز جميع الافراد الجهاز الفني والاداري والطبي ساهموا ان يخلوا اللعيبه في احسن حال وبمنتهى الصراحه ومنتهى الامانه اللعيبه وامكانيات اللعيبه كانت ساعدتنا كتير ان احنا يبقى عندنا ثقه وحابين نرجع لهم الثقه بتاعتهم ونخليهم جاهزين ويكونوا فعالين في الملعب وبالمره الثانيه برافو للاعبين بالنتائج الكويسه اللي عملوها لغايه دلوقتي منذ قدومي. مجله الفرنس فوتبول واحده من اعرق الصحف على مستوى العالم كلها وهي بتحتفي بالمنتخب الفرنسي مبروك على حصد لقب كأس العالم ما نسيتكش في الوقت ده وعملت معاك حوار مهم جدا في ذات التوقيت وفي نفس العدد اللي بتحتفي بيه المنتخب الفرنسي على وجودك في النادي الأهلي وكان ليك إجابات مميزة جدا لفتت نظري وأنا بجهز للحلقة لفت نظري إن حضرتك قلت تحديدا عندي أربع مباريات هكسب الأربع مباريات كلها لفت نظري تحديدا إنك قلت إن الفريق محتاج لمدافع وانا هجيب سليف كولوبالي هيبقى موجود وهيتاقلم مع الفريق سريعا. لفت نظري تحديدا انك قلت ان المنافسه صعبه جدا في الدوري المصري كلامك بيتحقق خطوه في خطوه في خطوه فكان كلامك صادق جدا قبل تولي القياده الفنيه. طبعا انا كنت مدرك بصعوبه الدوري المصري تابعتها من بعيد جدا وشفت الدوريات انا كنت احنا كنا مع فرقتي كنت بطل الكونغو بازيمبي بس كنت متابع برضو الدوري المصري وعارف ان الدوري المصري كل مباراه بتبقى معركه حقيقيه زي ماتشات بطولة افريقيا شوف مثلا المصري في بطولة الكونفدرالية الكونفدرالية عملوا نتائج كويسة وماشيين كويس والاهلي طبعا وجودنا كويس في البطولة الافريقية مرة كمان بحب اقول ان عندي ثقة في اللاعبين وفي النادي بتاعي والفريق اللي انا بشتغل معاه واللي حصل ان هي كويسة دي كانت مكافأة لعمل جاد مع الجهاز اللي معايا سواء جهاز فني او اداري او جهاز طبي وعايز يعني انتهز فرصة وجودي في البرنامج ده ان اشكرهم لان قضينا مع بعض ساعات وساعات وساعات علشان نشتغل كويس ونشتغل ندرس الخصوم بتوعنا عشان نقدر نحقق نتيجه كويسه والاداره برضو وفرت لنا امكانيات كل اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نعمل نحقق النتائج اللي احنا عايزينها والنقطه الاكثر اهميه بالنسبه لي حتى لو ما كناش دايما كويسين عارفين ان احنا عندنا شغل كتير عايزين نحققه وعايزين حاجات كتير لازم ننجزها قبل ما نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه لكن المهم بالنسبه لي ان الجماهير تبقى فخوره بينا عشان نتائجنا كويسه ويكونوا فخورين بينا ان برغم وجود المشاكل روح اللعيبه كانت موجوده وكانت حاضره في الملعب وساعدت في تحقيق النتائج وانا بقدر الامكان بحاول على اي خطا او اي نقطه ضعف في الفريق وبحاول اصلحها احنا بنمثل مؤسسه النادي الاهلي الفرقه دي بتمثل مؤسسه النادي الاهلي ولازم نكون على قدر المسؤوليه ولازم ندي كل اللي عندنا علشان نكون جادرين باسم النادي الاهلي وطبعا امكانيات النادي الاهلي لازم يبينوها في الملعب يطلعوا افضل ما عندهم خصوصا في الاوقات الصعبه واعتقد ان احنا اعطينا مثل بنا المفروض ندي مثل كمان للجماهير ونطلع كل اللي عندنا في اللحظات الصعبه راهنت على سليف كولوبالي وقلت تحديدا انه هيندمج سريعا مع النادي الاهلي وهيكون اضافه كبيره. طبعا الهدف بالنسبه لي كان اللعيب يتاقلم بسرعه مع زمايله في الملعب لان اللعيب كان مهم جدا للفريق والفريق كان محتاجه. هو لعيب كويس وذهنيا حاضر دايما. وبيعرف يركز كويس ولاعب محترف بشكل كبير بيقدر يدي في الملعب واعتقد ده الجماهير كانت منتظره مع سليف كان الموضوع سهل ان اقدر اخليه يتاقلم بسرعه مع زمايله في الملعب ويتاقلم مع باقي افراد الفرقه ويبدا على طول يطلع كل اللي عنده هو هادي بشكل عام لكن هو في الملعب هو عنده روح كبيره وبرضه انا حبيت جدا ان زمايله تاقلموا معاه بسرعه وبقى واحد منهم
أشعر أن دورك مع سليف نفس دور ميشيل لومينيه المدير الفني اللي كان بيعتمد عليك وكل ما يروح فريق دايما كان بيحب تكون موجود معاه. Oui, c'est ça, le but c'est vraiment encore فعلا بالضبط هو ده يعني والهدف برضه شانس دافوار دات ريستي ان تري تري بون ريلاسيون انا كان حظي كويس كان علاقتي كويسه جدا مع مدربيني وبرضه لما بقيت مع اللعيبه علاقتي بيهم كويسه جدا نون با دو فيف اك سون باسي سي سامبلومون الهدف ما عادش في على الماضي اقول علاقتي الكويسه كانت مدرب دلوقتي انا بتكلم انا مدرب واحط نفسي مكان المدربين اللي كانوا بيمرنوني ودلوقتي بتكلم على اللعيبه اللي معايا وسليف لعيب كويس واشتغلت انا معاه مع منتخب مالي ولعبت واشتغلت مع نادي مازيمبي ولما دخل نادي الاهلي وبدا يلعب عنده ثقه وحقق وترجمها في الملعب نتائج كويسه ودي حاجه كويسه جدا اسعد بيها اكيد لما اداره النادي الاهلي اتكلمت معاك انت شفت فرقه الاهلي بشكل معين وكان فرانس فوتبول بتؤكد انك شايف الفريق بشكل مميز جدا وكان ليك طلبات هل كلها اتحققت هل في جزء منها لسه هيتحقق هعرف إجابتك لكن بعد الفاصل هنطلع فاصل ونرجع نتواصل جديد اهلا بيكم كل متابعينا في برنامجكم المميز دائما الاهلي الليله وبقول لكم دايما النهارده احلى ليله لان معانا المدير الفني للنادي الاهلي مستر باتريس كارتيرون ودايما لازم اوجه الشكر للدكتور عمرو محب اللي بيصحبنا بالترجمه لكن قبل الفاصل كنا بنتكلم وبنقول مستر باتريس الاهلي لما كلمك شفت الفريق بشكل معين وكان ليك طلبات ايه الطلبات اللي اتحققت منها وايه اللي انت شايفه لسه عايز تحققه مع الفريق ولا la seule demande que j'ai eu الطلب الوحيد اللي طلبته على المستوى الرياضي يعني بالنسبه للفريق كان معانا لعيبه كويسه لان حبيت يكون الفرقه جاهزه بس قلت يكون فرقتي جاهزه ومستعده انا قلت بس اهم حاجه عشان اقدر احقق نتائج كويسه لازم يكون الجزء الدفاعي الشق الدفاعي بتاعي كويس واعتقد حققوا لي ده وخلوني اجيب سليف كوليبالي ما كانش في اي مشكله وكنت حبيت ارفع مستوى البدني للاعبين وانا اشتغل اعداد بدني للاعيبه عشان في تحديات في ماتشات افريقيا لازم كل لعيبه جاهزه ده كان اول حاجه في اول طلب ليا لكن بعد كده طبعا كل حاجه هتيجي لوحدها للنادي دي طريقتي في الشغل بحب دايما اجي لوحدي بعد كده استخدم معايا في الجهاز اللعيبه المتاحين في المكان وخلي كل واحد ادي كل واحد فرصه ويدي اللي عنده ويدي افضل ما عنده ودي طريقه عملي دي طريقه تفكير واحب دايما بسيب دايما علامه في اي حته اجي فيها encore une fois اي نادي مرضو بحب اسيب علامه قبل يعني وانا بشتغل وده قدرت اساعد الجهاز الفني وافضل الجهاز الفني ان كل واحد يطلع افضل ما عنده وبالنسبه للتشكيل بتاعي اعتقد برضو اللاعبين عندي في لعيبه عندهم امكانيات استثنائيه حاولت قدر الامكان اطلع كل اللي عند اللعيبه خلي كل واحد يطلع افضل ما عنده واعتقد في 10 مباريات استخدمنا 25 لاعب والنتائج كانت يعني مشجعه وهنستمر على هذا النهج ولازم برضه حاطين في اعتبارنا ان الماتشات الجايه لازم كل لعيب ياخد فرصته ولازم يكون موجود مع الفريق. هل كانت المشكله اللي انت شايفها او الطلب اللي انت شايفه ناتج على ان في قصور في دفاع النادي الاهلي فقط؟ هل ما كانش ليك ملاحظات في وسط الملعب في خط الهجوم ولا ده المركز الوحيد اللي انت كنت شايفه محتاج لتدعيم سريع؟
Non, il y a déjà en arrivant en cours de saison avec أول ما وصلت الفخال موسم بطولة أفريقيا كانت شغالة. كان طبعا في لعيبة اتأيدت خلاص على القائمة الأفريقية قائمة الاتحاد الأفريقي. طبعا دايما ممكن دايما نحسن في كل حاجة نحسن في يعني في الأداء وفي اللاعبين لكن ده كان المتاح وقتها وقلت فضلت في وقت ما وصلت وقلت استخدم اللعيبة المتاحة اللي هو بدأوا مع النادي في الفترة وبطولة أفريقيا كان ممكن طبعا عرفنا نأيد لعيبة في الأواخر يعني قبل ما يتقفل باب القيد يعني ممكن بس كان ممكن نزود لاعب أو اثنين مش أكتر من كده لكن قوام القائمة أنا ما كنتش موجود فيه وأنا برضو بقول دي طريقتي أنا ما بحبش أدور على أعذار ده ما يعتبرش عذر انا فود يعني اشتغل بالمتاح واشتغل جامد علشان اكون فعال واكون منافس في الاتي منافسه وكل مباراه بالنسبه لي سواء في الدوري او بطوله عربيه او في رابطه الابطال الافريقيه لازم نحقق افضل نتيجه ولازم نعمل ماتشات كبيره ونكون على قدر المسؤوليه. هل سليف كوليبالي من وجهه نظرك حل الازمه الدفاعيه؟ هل لعيب واحد حل معاك الازمه الدفاعيه ورامي ربيعه اخباره ايه؟ Non, vous savez c'est Rami Rabia qui va revenir aussi. C'est surtout le fait que un joueur permet de stabiliser هو يعني في لعيب ممكن يساعد في خلق الفارق بس في لعيبه ثانيه موجوده كويسه سليف عرف يعمل توازن في الحته الدفاعيه وخلى اللعيبه اللي جنبه تلعب بثقه اكبر يعني وصوله يعني ساعد ان القطاع الدفاعي او الشق الدفاعي للفريق بقى افضل بيأدي بشكل افضل وشفنا في الفتره الاخيره في العشر مباريات اللي لعبناها يعني في ماتشات كتيره ما كانش دخل فينا اهداف وطبعا الدفاع بالنسبه لي زي ما يكون بنبني عماره لازم يكون القاعده بتاعتها قويه اللي هو الدفاع بتاعي طبعا الدفاع لازم يكون مهم عشان يامن بس طبعا اهم هو الشق الهجومي هو اللي بيجيب الاجوان وده محتاج مجهود اكبر ومحتاج يبقى فيه ثقه للاعبين بس اعتقد لما احنا بنحس ان الحته الدفاعيه بتاعتنا كويسه هيبقى سهل بعد كده نترجم كل الفرص اللي بتجي لنا ونجيب منها اجوان. معظم التقارير الصحفيه المصريه كانت بتتكلم على انك طالب تدعيم في خط الوسط، هل دي اجتهادات صحفيه ولا فعلا انت طلبت التدعيم في خط وسط النادي الاهلي؟ النهارده احنا بنحاول يعني احنا حظنا كويس ان عندنا لعيبه كويسه وعندهم خبره زي كابتن حسام عاشور في وسط الملعب عمرو سوليه لعيب كبير للاسف طبعا هو عنده مشاكل بدنيه يعني شيء على المستوى البدني واتصاب للاسف واللعيبه دي لعبت كويس جدا وعرفت نكسب في تونس وعندنا لعبنا لعيبه جديده زي اكرم وعندنا ناصر ماهر وحمدي لعيبه برضو شباب وممكن يصنعوا الفارق الصعوبه ان في الاهلي ان عندنا دايما ضغط مباراه كل ثلاث ايام ولازم نحقق فيها نتيجه كويسه ولازم في نفس الوقت تبقى عندك وقت تدي ثقه للعيبه اللي ما عندهمش لسه ثقه للعيبه الصغيره لكن بقول برضو طبعا احنا ممكن نحسن الاداء ونحسن التشكيل ونحط عناصر جديده تحسن من لعب الفريق وطبعا لازم نجيب لعيبه جديده ده اكيد ده هيحصل بعد كده لعيب يضافوا اللعيبه الموهوبين اللي عندنا في الفريق بس في الوقت الحالي اعتقد بمنتهى الامانه لازم نشتغل على اللعيبه الموجوده ونركز معاهم لان اللعيبه دي بتشتغل بشكل قوي كل يوم وانا بقول برضو لازم الفتره الحاليه ما افكرش في لعيبه جديده بقدر ما افكر في اللعيبه بتاعتي وازاي اطلع كل ما عندهم واديهم ثقه كافيه. اكيد لازم تدي الثقه للعيبتك وفي لعيبه مميزه جدا وفي اكيد لعيبه بتديها فرصه. شفناك الفتره اللي فاتت اديت اللعيبه اكتر من فرصه وشفنا لعيبه بتشارك معاك لاول مره لكن قد يكون كلامك مقلق شويه لجماهير النادي الاهلي اللي هي حاسه ان في تدعيمات قويه للفريق في شهر يناير. هل كلامك ده لا يتعارض اننا بندي ثقه للعيبه وفي نفس الوقت هيبقى في تدعيم برضه في شهر يناير؟ لا لا انا مش بتكلم انا بتكلم على الفتره دي لغايه يناير انا بتكلم على الفتره اللي موجود فيها دلوقتي. على التشكيله بلعب بيه دلوقتي المباريات اللي جايه
لازم نحقق افضل نتائج في بطولة افريقيا، نوصل لابعد مكان، افضل لافضل ادوار، وفي بطولة عربية نفرض نفسنا. انا بقول، انا بتكلم، انا بتكلم اجابتي على الفترة دي، الفترة على المدى القصير اللي انا فيه، لغايه ديسمبر، لغايه نهايه بطوله افريقيا، ولازم نحقق فيها كويسه، وعايزين نكون ليها وجود. بس زي ما بقول، زي ما قلت برضو، اي حد يتمنى يقوي الفريق، واتمنى طبعا اقوي الفريق بتاعي، بس في الوقت الحالي انا عندي ثقه كبيره في التشكيل بتاعي، وعارف ان ممكن احقق افضل نتائج، لان في الوقت الحالي لغايه يناير ما اقدرش اجيب لعيبه جديده. فبتكلم في الفتره اللي موجود فيها دلوقتي، اللي هلاعب فيها ماتشات مهمه في بطوله افريقيا وفي الدوري. اكيد بدايتك مع الفريق حافظ على الطريقه والشكل اللي بيلعب بيه النادي الاهلي، حتى ان تغييراتك كانت في اول المباريات اشبه بتدريبات المدير الفني السابق كابتن حسام البدري. بعد كده ابتدينا نشوف عدد من اللاعبين. ظروف اول مباريات كانت ماشيه ازاي، وهل انت حاولت تحافظ على الطريقه والتغييرات بشكل مقصود، ولا ما كانش لسه في معرفه بكل اللاعبين؟ ديجا ليفيكتيف ايتي باتي بارابور ان شيما تاكتيك، ça veut dire que اعتقد التشكيل كان معمول بشكل فني، في خريطه فنيه معمول بيها. في المباريات الوديه لا، جربنا طرق لعب مختلفه. يعني اعتقد ضمن حرس حدود المباراه الاخيره لعبنا بطريقه مختلفه 4-4-2 avec les joueurs tenter d'autres schémas de jeu. Ou في ماتشات تانية بخلي اللعيبة بتلعب بطرق مختلفة عن 4-4-2. Pour moi c'est pas vous savez d'arriver en voulant préparer une identité. مش نحقق الهوية فنية، الهوية هي النادي، الهوية اللعيبة هي النادي الأهلي. On joue dans le meilleur système de jeu. أنا بشوف إن الطريقة اللي بلعبها هي الطريقة اللي بتناسب اللعيبة المتاحة بالنسبة لي والمباراة القسم اللي هلعب قدامي. أنا مش جاي هنا عشان أبين إن أنا مختلف أو أحاول أظهر حاجة مختلفة. أنا عايز أبني فريق يقدر ينافس. بناء على تفكيري وتحليلي، وكان تفكيري وتحليلي كنت شايف إن أخلي اللعيب يلعب بنفس طريقة اللعب اللي بيلعبه اللي يلعب بيه ويبقى منافس ويحقق نتائج كويسة. ومع الوقت المفروض نغير طبعا شويه شويه ونأقلم ونطبق طريقه اللعب دي مع اللعيبه المتاحه عندي بامكانياتهم واسلوب لعبهم، عشان يمشي في الاتجاه الصحيح، عشان برضو ما يحصلش نوع من الدربكه الفريق ما نربكوش، وعشان برضو الفريق يبقى منافس ونقدر، لان عارف الفرقه دي وصلت لنهائي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، ما ينفعش اجي ارمي كل حاجه. بالرغم من النتائج السيئه اللي حصلت، لكن الفرقه دي كويسه وصلت نهائي بطوله افريقيا، فلازم احافظ على القوام ده واشتغل عليه واحاول احسن منه. شفنا عدد من اللاعبين بيشارك معاك، زي ناصر ماهر، زي صلاح محسن، زي اكرم توفيق، ولكن ناصر ماهر اخذ الفرصه ربما لاصابه لاعب، كذلك صلاح محسن كان بياخد الفرصه على فترات، وربما ظن البعض من المتابعين ان قدرات صلاح محسن انت مش مقتنع بيها بشكل كبير، لكن فوجئنا بعد كده انك بتدي له الفرصه بشكل كبير جدا، كذلك اديت الفرصه لاكرم توفيق. ديجا بارابور ا ناصر اي سور دي بالنسبه لناصر دي سيزون تري فورت افيك سموان، عمل موسم كبير وموسم قوي مع سموحه السنه اللي فاتت. بور موا الا فالو ان تان دادابتاسيون، بالنسبه لي كان لازم فتره تاقلم. ناصر ا كومبري ليكزيجونس اي لا ديفيرونس انتر لو فات دو فير اون سيزون très encourageant. ناصر طبعا بالنسبه لي الموسم اللي فات انه رجع، يعني الموسم ما كانش ما حققش طبعا افضل نتائج زي النادي الاهلي، بس رجع بيلعب في مركز ثاني، مركز نمره 10 تحت رؤوس الحربه، معناه ده لعيب مهم جدا في الفريق. وناصر فاهم عشان يعني يبقى جديد بالمكان ده لازم يشتغل على نفسه كويس قوي، وانا سعيد جدا بادائه وبتركيزه في التمرين، واتمنى يكمل في التركيز ده عشان يبقى موجود معانا على طول. بالنسبه لصلاح، صلاح موهبه، سان ديامون بروت، بصراحه انا بعتبره ده جوهره، لعيب عنده امكانيات استثنائيه. Et je suis très très fier de Salah, notamment. وأنا فخور جدا جدا بيه، خصوصا في الأسابيع الأخيرة. Comment s'intégrer le fait qu'un joueur avec un tel talent ولعيب موهوب
وهو اشتغل على نفسه كويس عشان ينجح وهو ده اللي عمله في الاسابيع الاخيره. لعيب موهوب من غير ما يكون عنده روح كويسه وعمل كويس ما ينفعش ينجح. وانا سعيد بقالي اسابيع سعيد جدا شايف بشكل تصاعدي مجهوده بيزيد وبيشتغل جامد جدا في التمرين وبيشتغل على نفسه. دلوقتي اصبح بالنسبه لي شكل طبيعي وشيء طبيعي بالنسبه لي ان احطه في الماتشات وبديله وقت اكتر من المباراه الثانيه وبديله فرصه اكبر وانا عارف ان هو موهبه استثنائيه. بس برضه بقول مره كمان ان لازم قدامه حته معينه لازم يعديها علشان يكسب الثقه الكامله ويبقى حاسس انه لعيب كبير لانه لعيب موهوب مفيش كلام. وطبعا الجزء الاحترافي لازم يشتغل عليه لانه هو لعيب كويس وممكن يبقى له مستقبل كويس. بالنسبه لاكرم توفيق زي ما حضرتك اتكلمت دلوقتي وقلت peut-être qu'en quantité on manquait effectivement de joueurs pour avoir une belle rotation. احنا زي ما بتقول احنا عندنا برضه لعيبه مصابين يعني ما كانش بس كان دي فرصه كويسه ان اعمل روتيشن اقدر يعني اعمل سياسه التدوير مع اللاعبين. اكرم من ناحيه بدنيه لعيب استثنائي ولعيب شاب وامكانياته كويسه جدا. كنت برضه بحاول اديه من المباراه الثانيه وقت علشان يبتدي يطلع امكانياته. هو في الملعب عنده روح عاليه جدا ولاعيب كويس جدا بيتمرن كويس جدا وبيشتغل على نفسه ولاعب محترف. وانا برضه زي صلاح ابتدي اديله وقت وابتدي ازود المباراه الثانيه عشان قوته تزيد ويقدر يخش في جو الماتشات. في عدد اكيد من اللعيبه ثاني هياخدوا ده في خطتك التدريبيه، ولكن الجماهير ممكن تكون تسال على احمد حمدي لاعب من اللعيبه المميزه والشباب واللي ظنوا انهم هياخد فرصه سريعه مع مستر باتريس. طبعا ايوه عشان كده انا كنت بحاول اخليه يلعب ولعبت اديته فرصه قدام النجم اللبناني. طبعا هو صعب لان اثنين لعيبه شباب يعني مستواهم كويس وبيلعبوا في نفس المركز والاثنين بيلعبوا في مركز نمره 10 صناع العاب، فالموضوع طبعا صعب مش سهل. النهارده ياسر خد وقت، طبعا اديته وقت ماتشات اكتر، بس حمدي برضه لعيب كويس جدا وانا متابعه مع المنتخب الاولمبي. لكن مره كمان كويس للنادي يبقى عنده لعيبه كويسه حتى في مركز واحد، ده كويس. ومش هم بس، لان عندنا برضو لاعبين كويسين شباب في مراكز تانية بيلعبوا ومستقبلهم كويس مع النادي لانهم موهوبين. ne me pose pas de problème et qui est délicat, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui aimeraient avoir du temps de jeu et qui peuvent quelque part. وده طبعا موقف ما بقاش سهل لان كل لعيب عايز ياخد وقت ويلعب وياخد فرصته، بس لازم تاخد انت كمدرب تختار وقت كويس عشان تدفع بيه ولازم تخليهم يشتغلوا كويس في التمرين. ولازم اللعيبه تبقى فاهمه كويس ان لازم يتمرنوا كويس جدا عشان هم ينزلوا الملعب لازم يكونوا جاهزين. لان انا كويس ان ادي فرصه للشباب ان هم يشاركوا، بس انا برضو مش عايز اخسر نقط، مش عايز اخسر اعمل نتائج وحشه، انا عايز لما ينزل يكون جاهز. طبعا ده يعني وده مش عمل، انا مش ساحر، انا في الاخر مدرب فبحاول قدر الامكان استخدم اللعيبه اللي عندي عشان احقق افضل نتائج، فاللعيبه لازم تكون جاهزه عشان ما تاخد فرصتها تادي كويس وتحقق النتيجه المطلوبه منها. اكيد اللعيبه لازم تادي كويس واللعيبه هتاخد فرصتها، لكن لما بالذات اللعيبه اللي عايزه تاخد فرصه واللعيبه اللي قد تكون زعلانه لانها ما بتشاركش، بتقعد تتكلم معاهم ازاي وبتأهلهم ازاي؟ خاصة ان انت عايز كل لعيبة تأدي بشكل كبير وكله في التدريبات بيأدي بشكل عالي. طبعا ده اللي انا قلته في حديث اللاعبين عند وصولي للنادي. وقلته تاني برضه بعد ما كسبنا في تونس. ما كسبنا قدام الترجي التونسي في تونس وتأهلنا. قلت للعيبه اللي شافت ان هم خلاص حققنا نتيجه كويسه وخلاص خلصنا وما يدوش بكل اللي عندهم، يبقى دول لعيبه مخطئه. لان لازم اللعيبه كلها تدي عشان انا عايز ادي الماتشات للعيبه كلها. Et encore une fois, c'est vraiment. Ils savent pas, ils connaissent pas le plan de l'entraîneur, ils ne connaissent pas le plan. Ils ne savent pas.
وانا اعتقد احنا اهو استخدمنا يعني استغلينا 25 لعيب ولعبناهم في 10 ماتشات ودي حاجه كويسه ودي تبين دي فلسفتي. فولو انسيستي سور اون شوز وكان بحب اصر على نقطه معينه بقول للعيبه لما اديك فرصتك ما تجيش تقول لي لا انا كنت متوقع معلش انا ما جيتش انا اديتك كل يوم امكانيات واديتك الثقه واديتك ووفرت لك كل الامكانيات الطبيه والجهاز الفني المتاح واللي بيساعدك عشان تدي كل اللي عندك في التمرين وتكون جاهز فما اديك الفرصه ما تدورش على اعذار وتضيع وقتك دور على اعذار عشان انت ما لعبتش كويس علشان انا في الاخر مدرب بدي اختيار ولما ادي اختيار لحد واختاره لازم اكون جاهز ده معناه ان مش عايز احس ان انا كنت اخطات واخترت لعيب سيء لما اديه فرصه عشان كده اللعيبه لازم تكون كلها على قدر المسؤوليه وجاهزه للمشاركه في اي لحظه يعني ده معناه ان كل اللعيبه هتاخد فرصتها في الوقت المناسب كل لعيبه ممكن ياخدوا فرصتهم في الوقت المتاح لمشاركتهم على حسب ظروف المباريات ومرة تانية بقول انا عايز انا احس ان كويس لان دلوقتي انا حاسس ان انا برضو بلاقي لعيبه مش مبسوطه بقى احس بعدم استقرار بقول له لما يكونوا كلكم كويسين انا المفروض اكون مش مستقر مش انتوا اكون انا اللي متضايق مش انتوا عشان لعيبه كويسه ومش عارف العب مين وما العبش مين المهم انتوا تطلعوا كل اللي عندكم المهم بالنسبه لي والحاجه اللي بصر عليها بشكل دائم مش عايز اشوف لعيبه لما يكونوش موجودين في الفريق معانا يبقى عندهم الانا وحاسين بنفسهم لكن مهزوم الملعب احس ان هو مهزوز لما تكون انت متضايق انك ما بتلعبش عايز لما اديك اديك الماتش واديك وقت في المباراه وتنزل الملعب انا عايزك توري المدرب ان انتوا فعلا كنتوا تستاهلوا تاخدوا فرصتكم من الاول وتوروا للمدرب ان انتوا تستاهلوا استاهلتوا الفرصه دي انا عايز تبين عايز اشوف كبرياء اللاعب يكون في الملعب والاحساس بالذات يكون في الملعب تبين انت لعيب كبير ويكون انت لعيب منافس وتقدر تلعب كويس لكن تبين انك متضايق عشان ما بتلعبش دي حاجه مش هتغير من قراراتي وانا طبعا المدرب زي ما بيدور انا مش من دول المدربين بدور اعذار او شماعه بعلق عليها نتيجه سيئه بحققها هل اديت فرصه للاعب بدون ذكر اسمه ولم يستثمر الفرصه سا سي ما ريسبونسابيلتي دي مسؤوليتي سي ا مومون وان اوت في الوقت او الثاني اديت لعيب وما اثبتش ذاته دي تبقى مشكلتي انا تبقى بسببي انا لان ما عرفتش اعده كويس هو ما حطوش في الحاله كويسه ان ممكن يظهر نفسه دايما بقول دايما بتحمل مسؤوليه في حاجه زي كده ما بيحملهاش اللاعب طيب انت كنت جاي شفت انطباع معين وشفت فرقه النادي الاهلي في اكتر من مناسبه في الفتره الاخيره قبل ما تدرب الفريق هل في لعيبه في الفريق لما بقيت مدير فني رسمي للنادي الاهلي غيرت نظرتك عنها سواء كان سلبيا او ايجابيا J'ai été agréablement surpris par l'état d'esprit des joueurs. انا بصراحه انا اتفاجئت بس اتفاجئت بالروح الكويسه للاعبين. Très honnêtement, j'ai vraiment بكل امانه très agréablement surpris. انا اتفاجئت بحاجه كويسه. Les joueurs avant les matchs sont très concentrés, très professionnels. قبل المباريات اللعيبه بتبقى محترفه جدا ومركزه جدا في المباراه. Je sens des joueurs qui aiment le club. بحس اللعيبه بتحب ناديها. Donc non, j'ai eu de bonnes surprises. لا انا ما اقدرش اقول ان مفاجاتي كلها سعيده بالنسبه لي يعني اسعد ما كنت متوقع وانا جاي في اثنين لعيبه احمد فتحي ومؤمن زكريا بعض الجماهير كانت بتتفاجئ بيكونوا موجودين بره بعض المباريات واحيانا داخل المباريات احمد فتحي حصلت في البدايه لكنه انتظم في باقي المباريات وربما كانت قال ان هو مصاب والبعض التقارير الصحفيه شككت في انه يكون مصاب كذلك مؤمن كان استبعاده فني هل استبعاد اللاعبين دول تحديدا كان رؤيه فنيه ولا كان بناء على بعض الامور في التعاقد مع الاداره لا ما فيش ولا مره ولا في اي وقت حد من اداره النادي طلب مني ان ما لعبش لعيب لاي سبب غير رياضي
غير فني. ما بين احمد فتحي وبؤم زكريا اثنين من اللاعبين الكويسين في الفريق وناس لعيبه كويسه جدا. لما احمد فتحي ما كانش موجود في الفريق لاسباب بدنية كان في إصابة عنده وما حصل معنا بوتسوانا. وأنا برضو بطريقة التدوير نظام التدوير بتاعي بحب دايما نحط دم جديد في الملعب ونلعب ونجرب عشان برضو لو في لعيب موجود أريحه ما أخسرهوش بعد كده في المباريات الجاية. بالنسبة للمؤمن في وقت من الاوقات لاحظت لقيت ان هو لسه مش جاهز لسه ما وصلش لقمه مستواه فبمنتهى البساطه قررت ان قلت له اخليه يعني يركز اكتر في الشغل وفي التدريب. طبعا هو صعب لان عشان ترجع لعيب بدنيا كويس وانت بتلعب كل ثلاث ايام مباراه كان يبقى صعب عشان كده فضلت ان اريحه وخليته يشتغل بدنيا ويبقى عنده الامكانيات ان يرجع تاني بمستواه الكويس ويساعدنا. لما فيش ولا مره كان في او في اي لحظه كان في اي عقوبه لاحد اللاعبين لا عقوبه لا اداريه ولا فنيه ولا اي نوع من انواع العقوبات على اللاعبين دول. ده كلام مهم وكان لازم اسالك فيه. قد نكون على قناه النادي الاهلي لكن احنا بنحاول نتكلم في كل حاجه وعايز اقول لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي اللي احنا قبل الحوار كنت اتكلمت مع مستر باتريس كارترول قلت له لو في اي حاجه مش حابب اسال فيها قال لي اسال في كل اللي انت عايزه. عشان كده بقول لكم لسه مستنيين اسئله ليكم كتيره جدا عشان نسال بكل وضوح على شاشه قناه الاهلي في الاهلي الليله. كارترول المباراه الاخيره للنادي الاهلي كان فيها بعض المشاكل في سلوك بعض اللاعبين وده كان واضح جدا سواء كان تبديل اكرم توفيق او اعتراض حارس المرمى الشناوي على حكم المباراه. واعتقد ان الاداره في الفريق خدت قرارات بشان هؤلاء اللاعبين. ليه في حاله من الخروج عن النص في الفريق في هذا التوقيت؟ هاخد اجابتك لكن عندي فاصل هطلع اشوف تقرير من السفير ستيفن روماني السفير الفرنسي في القاهره ونرجع نتواصل في الأهلي الليلة ولسه حوار مهم جدا في أحلى ليلة والأهلي الليلة ومستر كارتيرو. شكرا جزيلا. أولا أنا سعيد جدا بحديثي معكم على قناة الأهلي اليوم. أرحب بالمدرب باتريس كارتيرون وأتمنى له إقامة طيبة وأكون له كل مشجعي كرة قدم في مصر ينتظرونه. باتريس كارتيرون هو يعرف مصر جيدا جدا يعرف القاهرة هو عاش هنا. طبعا أتمنى له التأقلم سريعا وشعور بأريحية في مصر. النصيحة الوحيدة اللي أقدر أديها له هي أنه يحب مصر عشان يشعر بالراحة بتواجده في القاهرة. وطبعا كل حاجة هتبقى ممتازة وأقدر أقوله طبعا أن السفارة الفرنسية هي بيته الثاني الذي يمكن أن يأتي إليه في أي وقت ومع فريقه أيضا. طبعا أعتقد أن باتريس كارتيرون يتحمل مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق مزيد من الانتصارات للنادي الأهلي خصوصا أن النادي الأهلي فريق كبير صاحب بطولات وهو يسعى الآن لتحقيق اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه وهي مسؤولية كبيرة جدا. طبعا أنا أعلم أن المدرب باتريس كارتيرون يعلم مصر جيدا. هو كان موجودا في عام 2016 لتدريب نادي وادي دجلة وهو الآن بعد مرور عامين يأتي مجددا لتدريب النادي الأهلي مع مسؤولية كبيرة جدا هي تدريب النادي الأهلي. باتريس كارتيرون كان لاعبا كبيرا جدا وكان لاعبا مميز في الأندية الفرنسية لكرة قدم. طبعا أندية كبيرة لا سيما لافال وطبعا نادي سانت إتيان وكان هو بالتالي خبرة جيدة كلاعب لكرة القدم. وطبعا هو أيضا مدرب كبير للغاية تولى تدريب العديد من كبرى الأندية في القارة الإفريقية وطبعا في مصر ومع وادي دجلة. أعتقد أن كارتيرون كان لاعبا كبيرا في فرنسا لاعب قديم هو مدرب أيضا محنك وأعتقد أن فوز فرنسا بالمونديال الأخير
سيمثل له دفعة قوية له من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات والبطولات للنادي الأهلي الذي يسعى مجددا للحصول على البطولات. وطبعا أنا متأكد أن ديدي ديشام مدرب الحالي منتخب فرنسا يمكن أن يشكل وحيا بالنسبة للنادي الأهلي ولباتريس كارتيرون، وخاصة ذلك الإصرار على تحقيق النجاح. باتريس كارتيرون une source d'inspiration. اهلا بكم من جديد، ولسه مكملين في ليله من ليالي النادي الاهلي والاهلي الليله، واحلى ليله مع باتريس كارتيرون. مستر باتريس، قبل الفاصل طبعا يا ريت لو رايك في الكلام اللي قاله سيد سفير ستيفن روماتي عن انك لاعب مميز جدا واتكلم عليك بشكل كبير جدا، وان السفاره هي بيتك الثاني، وان انت ليك تجربه سابقه في وادي دجله. Ben, ça me fait très plaisir. طبعا حاجة تسعدني جدا وحاجة كويسة جدا منه أشكره عليها. أنا كان حظي كويس إن كنت لاعب ومدرب في سانت إتيان. سانت إتيان هو نادي التاريخي المفضل لفلسطين، وأول نادي في التاريخ يوصل لنهائي أبطال أوروبا الأندية. Et comme je l'ai dit, le club préféré des Français. Donc. وده النادي المفضل للجماهير الفرنسية، فأنا بشكر السيد السفير. Je passerai le voir volontiers. ونحادي طبعا أزوره أكيد في وقت تاني، فأني في وقت لاحق، وأنا سعيد جدا وبشكره مرة تانية. أكيد شكرك وصله لأنه هو بيتابعك دلوقتي. لكن قبل تقرير سيادة السفير كنا بنتكلم على المباراة الأخيرة للنادي الأهلي وبعض الخروج عن النص شفناه، سواء في تغيير أكرم توفيق أو في حديث الشناوي مع حكم المباراة. شفت ده ازاي رغم ان طبعا كلنا عرفنا ان في جزاءات تم توقيعها على اللاعبين؟ Ben je pense que je respecte la décision du club. اعتقد انا بحترم اي قرارات تصدر من النادي بخصوص السلوك. انا كمدرب دايما بحاول احمي اللاعبين، عندي دايما ميولي ان احمي اللاعب. Son attitude par rapport à l'institution, je comprends tout à fait. وطبعا انا ده كمدرب، لكن بالنسبه لمنظومه النادي الاهلي انا مقدر طبعا اي حاجه خروج عن النص المفروض يقابل بعقوبه او عدم رضا. اللاعبين في الملعب ساعات بيعبروا عن حاجات لانه بيكونوا منفعلين غصب عنهم، لان بيكونوا بيحاولوا يطلعوا افضل ما عندهم. أكرم بعد المباراة اعتذر كتير لأنه عمل مباراة كبيرة جدا، وكان فعلا يعني اتضايق إنه خد كارت أصفر، خد إنذار، وده الكارت الأصفر ده كتفه ما أتاحلوش إن هو طريقة اللعب يلعب بكل حماس اللي بيلعب بيه، وهو كان متحمس جدا في المباراة. وعدم رضائه في حالة التغيير ده بسبب إن هو واحد كان يحب يزود أكتر للفريق ويصنع الفارق مع الفريق، وانفعال هو خارج الانفعال على نفسه، انفعال شخصي. واعتقد بعد كده المفروض يستوعب الدرس وما يعملش حركه زي دي مره ثانيه. الشناوي اعتقد ان هو كان لما المهاجم الخصم كان عنيف معاه فهو طبعا انفعل وطلع منه تصرف يعني غير مقصود. طبعا لازم نتعود على ده، لان اكيد هنقابل فرق كتير بعد كده هيحاولوا الفرق هتحاول تخلينا نخرج عن شعورنا وتعصبنا. وانا اعتقد سواء الشناوي او اكرم توفيق لازم يستغلوا الخطا اللي حصل والعقوبه اللي حصلت علشان ما يتكررش، ويركزوا اكتر في اللعبه عن الحته النفسيه. لازم يكون لعيب محترف، لازم يكون مركز اكتر في الملعب ويتحكم في انفعالاته. هل هم في ده ولا بتسيب المساعدين وخاصه كابتن محمد يوسف هو اللي يتكلم مع اللعيبه في هذه الامور؟ Non, sur ces points-là, c'était l'institution. يعني كابتن محمد يوسف، يعني المنظومة نفسها هي اللي خدت القرار، مش أنا كفني. أنا دوري دور مدرب، بتكلم اللاعبين بشكل رئيسي على اللي بيحصل في الملعب. بتكلم معاهم كتير عشان يبقى يدوا اقصى ما عندهم في الملعب، لكن ما اقدرش اخد قرار تأديبي. انا دي مش من خصوصياتي
ولا صلاحياتي ولا اقدر اعمل ده، لان ده حاجه زي كده بترجع للناس المختصه بيه في النادي، كابتن محمد يوسف. ومحمد كابتن محمد يوسف هو اللي خد القرار وانا بحترمه. وطبعا لان في الاخر برضو ده حاجه يعني العقوبه تحترم، لان في الاخر صوره النادي الاهلي اهم حاجه. الصوره ما تصدرش صوره سيئه للاعبين النادي الاهلي في مباريات بسبب انفعال غير مقصود. امتى كارتيرون هو اللي ياخد العقوبه الفنيه؟ سيستماتيكمون او كوتيديان جو جوج لي جوور او كوتيديان بشكل تلقائي. يعني انا يوميا انا بقيم اللاعبين. لما الاقي لعيب مثلا جه متاخر ليله المباراه بعتبر ان هو مش مركز، وطبعا القرار الفني ان انا ما استدعوش المباراه او ما احطوش في المباراه ما لعبوش، لان انا كمدرب بركز في الماتش واللعيبه لازم تكون مركزه زي في المباراه. لما تيجي متاخره معناها مش مركز. حتى لو لعيب حيوي وانت محتاجه ولعيب مهم للفريق، ممكن يبقى القرار التربوي اهم من القرار، يعني من القرار الفني. لا الفرصة الكبيرة اللي عندي أو الحظ الكويس اللي عندي إن اللعيبة اللي عندي عمرهم ما بيخرجوا عن النص وعمرهم ما بيتأخروا، فبالتالي أنا ما اتحطيتش في الاختبار ده أصلا. هقول لك حاجة يمكن حاجة تكون غريبة بالنسبة لك لما أقولها لك. أنا بحترم قرارات النادي، لكن انا من جوايا ما بحطش غرامه ماليه على اللعيبه لما تيجي متاخر التمرين، عشان بالنسبه لي اللعيبه عمرها ما بتيجي متاخر في التمرين. اللعيبه دايما بتيجي في ميعادها. لو جم متاخر لعيب بيجي متاخر في التمرين معناه انا مش مهتم بمهنتي، ولو جيت انا كلاعب متاخر التمرين انا كمدرب هساعده ازاي؟ فبالتالي يعني ممكن يخسر مكانه. C'est quelque chose qui n'est pas concevable. انا بالنسبه لي حاجه زي كده مفيش كلام فيها، والحمد لله ما حصلش معايا لغايه دلوقتي ان لعيب يجي متاخر. ومش هتحصل مع لعيبه النادي الاهلي المنضبطه دائما. وما زلنا في المباراه الاخيره وكانت فيها بعض الاجواء، ولكن التحكيم في هذه المباراه هل لك تعقيب رغم المنافسه الشرسه جدا، وان الدوري السنه دي زي ما حضرتك قلت قوي جدا، والاهلي بيخسر نقطتين بسبب اخطاء تحكيميه؟ انا طبعا بشكر منظومه النادي الاهلي. على رد فعلهم بعد المباراه طبعا حاجه زي كده كانت محبطه بالنسبه لنا، واحنا كنا متضايقين لان كان الهدف بالنسبه لنا. احنا اتفرجنا في كاس العالم، لو كان في سيستم نظام فيديو كان هيساعد الحكام ياخدوا القرارات الصح، وكان ممكن يصلحوا حاجات كتير ويقلل الضغط على الحكام، خاصه حكم الملعب. في المباراه دي كان في خمس حكام، فانا كان في بالنسبه لي يعني كانت حاجه صعبه. ازاي واحد على بعد 3 متر او مترين من وليد ازارو ما شافش وليد ازارو بيتزق بيرتكب ضده خطا؟ وانا بالنسبه بصراحه انا ما فهمتش، يعني انا ما فهمتش ازاي ما شافهاش. انا بصراحه منتهى الامانه انا مش قادر افهم. انا ماشي انا بسامح الخطا، لكن انا يعني انا متسامح، انا مسامح الخطا، بس بصراحه انا مش فاهم ازاي حصل الخطا ده. حتى بالنسبه للتسلل، الهدف اللي حسب التسلل انا فعلا كنت محبط، عشان الشوط الثاني كنا كويسين جدا وكان في لعب كويس جدا من جانب فريقنا، وهدف كنا محتاجينه وبيعكس سيطرتنا على المباراه والحكم بيرفضه والهدف صحيح. وانا اتضايقت لان طبعا الهدف ما فيهوش اي نوع من انواع التسلل، وللاسف كان في فارق كبير، ما كانوش حتى واقفين على خط واحد، يعني كانت ظاهر جدا انها مش تسلل. انا بشكر النادي يساعدونا برد فعلهم وبيان اللي حصل صدر من النادي، لان احنا كمدربين هيبقى صعب ان احنا بنتكلم مع الاعلام، ممكن نستخدم مصطلحات المفروض ما نستخدمهاش، احنا الناس بتوع ملعب مش بتوع اعلام. فبشكر النادي ان خد رد فعل رسمي، بس زي ما بقول برضو انا دايما يعني بسامح الاخطاء الانسانيه، لازم طبعا اسامح اي خطا لان في الاخر ده انسان، الحكم ده انسان والخطا وارد. اكيد الخطا اكيد الاخطاء دي بتاثر على
المنافسة في الدوري، ولكن جماهير النادي الأهلي لها رسالة مهمة جدا وعاملة رسالة ليك تقرير. نطلع نشوف تقرير جماهير النادي الأهلي بتقولك إيه ونرجع نتواصل. تقرير سريع مع جماهير النادي الأهلي ونرجع مرة أخرى نتواصل في أحلى ليلة والأهلي الليلة. كارتيرون عارف ياخد حب الجماهير اولا لانه بيحب النادي الاهلي، هو اللي طلب انه يجي الاهلي كمان، دي حاجه بالنسبه للجمهور الاهلي حاجه عظيمه جدا. ثانيا كاداره فنيه هو مدير فني محترم جدا وبيعرف يسيستم الماتش على طريقه لعب اللعيبه بتاعه السكواد اللي معاه وبس، وهو كمدرب واخد حب اللعيبه واخد حب الجماهير كمان. اكتر حاجه عجباني فيه اللي هو في اول لما جه عمل خطط، غير كتير قوي في الخطط بحيث اللي هو حب يشوف اللعيبه كلهم، وبرضه اكتر فرصه ساعدته على كده البطولات كتير اللي الاهلي دخلها زي البطوله العربيه ودوري ابطال افريقيا، فحب يجرب لعيبه كتير، وكمان الاصابات اللي جت اي نعم مش حاجه كويسه الاصابات، بس برضه خليته يشوف لعيبه تانية ويشوف وجهه نظر لعيبه تانية بحيث ان هو يكون مش فريق واحد بس يتنوا مستمر عليه، يكون اكتر من لعيب واكتر من لعيب ينفع له. لما يكسب 3 فوز افريقيا وفي الدوري بيحقق مكاسب بدون خساره لحد هذا الان، يبقى ده مدرب عايز يكسب، مش مدرب ان انا عايز انزل العب كره طويله او الكلام دوت. فالنادي الاهلي بيمشي كوره تمام، فطالما هدفه الثلاث نقط تمام فده يبقى مدرب كويس هدفه بطوله. مدرب عنده مرونه، عنده افكار، مش بيعتمد على تشكيله واحده يعني، بيعتمد على كل اللعيبه. كلنا وراك وفي ظهرك، واتمنى ان انت تطور من المستوى بتاع الاهلي، كره هجوميه اكتر والدفاع يتحسن اكتر ونرجع كره الاهلي الجميله، واتمنى يحقق بطوله افريقيا. ماشي كويس، الاداء بيطلع وبينزل، طبعا معذور لو معاه اللعيبه اللي كانت معانا الفتره اللي فاتت. الحمد لله والحمد لله احنا ماشيين كويس، مصدرين دوري افريقيا اول، ماشيين كويس يعني البطوله العربيه ماتش تعادل. بعدين الميزه اللي عجباني فيه بصراحه، الميزه اللي عجباني فيه ان الراجل بيغير فجاه كده وعينه كويسه مع كابتن محمد يوسف، بيسمع وبيتكلموا مع بعض. لا راجل كويس يعني الحمد لله، لغايه دلوقتي ما تغلبناش ولا ماتش الحمد لله. حاله رضا ودعم من جماهير الاهلي المستر كارتيرو، ورساله جماهير النادي الاهلي ليك هي الدعم، وشايفين انك مدرب جيد ومدرب مميز جدا، بتلعب اكتر من لعيب، عندك ضغط ومباريات وبتأدي بالشكل كويس، وشايفين شخصيتك من شخصيه النادي الاهلي، تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ انا بشكرهم جدا برساله المسانده من جماهير، دي حاجه كويسه. وبيجي رسائل كتير انا برضو من الجماهير بشكل شخصي، ودايما رسائل بيطلبوا مني اللعيبه ما بتلعبش ان هم يلعبوا، دايما وطبعا صعب الموضوع يعني حساس ان تلعب لعيب ما بيلعبش، الموضوع مش بالسهوله دي، بس انا كل لعيبه هتلعب، حتى اللعيبه ما بتلعبش دلوقتي او ما خدتش وقت كامل في اللعب في المشاركه، هيجي الوقت وهشارك اخليهم يشاركوا وهديهم وقت وهياخدوا فرصتهم. اللي بقوله للجماهير ورسالتي للجمهور، احنا في فتره صعبه عايزين نكونوا فخورين بينا بالروح اللعيبه، معلش احنا يوم عن يوم هنبقى افضل، كل مره هنبقى افضل وكل مباراه هنبقى افضل من قبله وهنحقق نتائج كويسه. واعتقد روح اللعيبه المفروض تكونوا فخورين بينا باللعيبه دي بالروح والاداء العالي في الملعب. رغم الظروف وضغط المباريات اللي بيمر بها فريق النادي الاهلي، لكن النتائج مميزه جدا، قرعه البطوله الافريقيه والاهلي هيقابل حريك هناك كوراكني الغيني، هل مباراه افريقيا المقبله شايفها ازاي في ظل ضغوط المباراه، وشايف بقى المنافسه على افريقيا نفسها ازاي؟ مهما كانت الصعوبات اللي بنواجهها لازم نكون منافسين بالنسبه للخصم اللي هنلعبه.
الفرقه دي طلعت ممريد سان داون جنوب افريقي في المجموعه، دي فرقه لازم تحترم. الهدف بالنسبه لنا واضح، هي التاهل، هو لازم يتاهل. انا شغال ومركز من وقت القرعه، من وقت ما عرفنا نتيجه القرعه وشفنا ماتشات الفرقه دي، دي فرقه بتلعب كره كويسه وخصم محترم، بس احنا عندنا وسائلنا واساليبنا اللي ممكن يتاهل بيها، وعندنا امكانياتنا اللي ممكن تاهلنا. مره تانية ده خصم احنا بنحترمه، هنشتغل كويس، بنشتغل كويس جدا avec l'objectif de se qualifier. وعندنا هدف قدامنا ان احنا نحققه، هو ان احنا نتاهل للدور. الصعوبات زي ما حضرتك تفضلت وقلت، اللاعبين الدوليين مش عارفين هيرجعوا شكلهم ايه، هيجوا طبعا من سفر، مش عارفين هيرجعوا في اصابه ولا. وبشكر الاتحاد ان هم راعوا بالنسبه للماتشات بتاعتنا، واجلوا لنا بعض المباريات وظبطوا مواعيد المباريات عشان نقدر نلعب بشكل كويس في بطولة افريقيا، واللاعبين تكون موجوده بدون اجهاد. لازم نكون منافسين، ولازم نستمر نكون منافسين في البطوله برغم الصعوبات الموجوده. وللاسف ما عندناش وقت كبير ان احنا نرجع من المباراه الثانيه ان احنا نريح اللاعبين، بس ده قدرنا ولازم نكون قده، والنادي الاهلي لازم ينتصر على اي صعوبات عشان يحقق نتائج كويسه. هل القرعه في الادوار بعد القادمه وبعد المباراه اللي جايه، حته ان الاهلي قد يلعب بعض المباريات الثانيه خارج ملعبه، دي هتمثل صعوبات على فريق النادي الاهلي ولا مش فارق بدايه المباراه تبقى على الملعب او المباراه الاخرى تبقى خارج ملعب الاهلي؟ اعتقد المفروض ناخد الامور زي ما هي. نقبل الامر الواقع ونتمرن بجديه. لو نتأهل، وأنا عايز نحن نتأهل طبعا إن شاء الله، ولو الماتش العودة في الدور الجاي هيكون في الخارج، هيكون طبعا يعني لازم نشتغل كويس جدا على مباريتين الذهاب والعودة عشان نحقق نتيجة إيجابية في مجموع مباريتين. احنا عندنا هنروح نلعب في غينيا، بعد كده عندنا اسبوع نلعب ماتش العوده، بعد كده ناخد حاجه مرحله، نفكر مرحله، نبقى هادين ومتواضعين، ويبقى عندنا حماس وعندنا طموح. انا سعيد جدا لو دور قبل النهائي نلعب النهائي بره، مش مشكله، لان هيبقى حاجه زي كده تسعدني ان احقق فوز بره، هيبقى حاجه كويسه وتحمس اللاعبين. وطبعا احنا ما دام عشان عايز نكسب اللقب لازم يكون فرقه قويه وتكون يعني قادره ان تكسب خارج ملعبها، واللاعبين لازم يكونوا متواضعين ومتحمسين وقادرين ان هم يحققوا افضل نتائج ان شاء الله. ثقه كبيره شايفها فيك ومبسوط بيها جدا، واكيد جماهير النادي الاهلي حاسه بسعاده مش بس بقى الاحداث، ولكن قد تضع الاقدار الاهلي امام مازيمبي في النهائي خارج مصر، ودي بتبقى مباراه قويه جدا لو حصلت. أنا كنت سعيد إن أنا ما قابلناهمش في الدور ده. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، أنا كنت مع مازيمبي وحققت معاهم نتائج كويسة وكسبت معاهم بطولة أفريقيا. واعتقد لو في الوقت ربنا وفقنا وصلنا للنهائي وكان حظنا كويس، ويبقى عندنا فرصه ان احنا نجيب الكاس من مازيمبي، هبقى سعيد جدا طبعا ان اعمل ده، وهبذل كل اللي عندي، وهبقى فخور ان اروح مع النادي الاهلي واكسب الكاس من هناك، من كونغو، من ايدين مازيمبي، ونجيب للنادي بطوله افريقيا جديده تتحط دوا في الدولاب الجوائز والبطولات. انا فخور بلعب باسم نادي الاهلي نادي البطولات، واتمنى طبعا لو جبنا الكاس من مومباشي اعتقد هتبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه لي، وتجربه انسانيه رائعه بالنسبه لي، وهقدر اثبت لنفسي ان انا قادر اعمل ده. واعتقد احنا قادرين نعمل ده، ونحضر اللاعبين ان هم قادرين ان هم يعملوا ده ويحققوا الانجاز بره، ونجيب لمصر لاكبر فرقه في مصر اللي هي 70 مليون مشجع، نحقق لهم نتيجه كويسه ونجيب لهم الكاس من بره. اكيد ده هيبقى شعور رائع بالنسبه لي، اكيد شعور رائع، واكيد في ثقه في الفريق وفي ثقه في حضرتك لبومباشي، ومباراه مازيمبي، ملعب مازيمبي هو ملعب الرعب، انا نفسي حضرت فيه اكتر من مباراه، وهو ملعب صعب جدا جدا، وانت كنت مدير فني وشايف ان الملعب ده صعب، لكن شايف فيك ثقه كويسه جدا وثقه عند الفريق، ودي بتطمن كل جماهير النادي الاهلي.
J'essaie surtout de transmettre ma motivation. أنا بحاول بس أوصل لاعبين حماسي. Encore une fois, je tiens à remercier mon staff parce que أنا بشكر مرة تانية أفراد الجهاز المعاون ليا لأن بطلب منهم يشتغلوا جامد وأنا بشتغل جامد. Systématiquement avant les matchs, je fais prendre conscience aux joueurs. دوري المباريات ورا بعضها. Nos adversaires travaillent autant que nous. وانا بعتقد مفيش اي خصم لعبناه اشتغل علينا اكتر زي ما احنا اشتغلنا عليهم. احنا بنحضر كويس جدا للماتشات مباراه ومباراه مباراه بعد مباراه التركيز بيزيد ومباراه بعد مباراه الثقه بتزيد وبننزل المباراه ننزل متواضعين وهادين وعندنا ثقه كبيره ان احنا نكسب والاداره النادي بتوفر كل الوسائل للجهاز لافراد الجهاز واللاعبين عشان يحققوا افضل نتائج واحنا كلنا عايزين نحقق نتائج كويسه وعايزين نحقق القاب للنادي واحنا كجهاز لازم نتعب ونتعب اكتر وده جزء من طبيعه عملنا عشان نحقق افضل حاجه للاعبين. علاقه كبيره جدا وقويه بتربطك بالجهاز المعاون واضح جدا في كلامكم وانتوا في التدريب واضح ايضا في بعض مناقشاتكم اثناء المباراه نفسها. ايه العلاقه اللي ماشي بيها النظام بينك وبين الجهاز الفني؟ هل هي علاقه تشاور؟ هل هم بيحددوا قدامك المطلوب وانت صاحب القرار ولا القرار تعاوني فيما بينكم؟ انا حظي كويس ان معايا بشكل يومي بشوف كابتن محمد يوسف مساعد ومدير كوره. دي طبعا دي فرصه رائعه بالنسبه لي لان حلقه الوصل بين مع مجلس الاداره ومع رئيس النادي وبيننا وده بيوفر لنا وقت كبير جدا في اتخاذ القرارات ووصول المعلومات. وانا بشكر مجلس الاداره مره ثانيه لان لو في اي حاجه كابتن محمد يوسف بيوصل لي وجهه نظر ومسانده الجهاز مسانده اعضاء مجلس الاداره ليا وانا شايف احترام كبير جدا من اعضاء مجلس الاداره لقرارات الجهاز الفني القرارات الفنيه وبالنسبه لمنظومه النادي الاهلي كلها ساعات بياخدوا قرارات تاديبيه انا بحترمها طبعا لان في لوائح داخليه لازم تحترم تحترم من جميع افراد الجهاز وفي الحاله دي بتبقى منظومه النادي الاهلي بتاخد القرار مش الجهاز الفني وانا بساند القرارات دي بكل قوه لان دي حاجه بترجع للوائح النادي ولازم احترمها. كلامك فني محترف عنده خبرات كبيره ده كان رأيك في جهازك المعاون لكن عايز أخد من وقتك ونروح نسمع الجهاز المعاون بيقول عليك إيه. ممكن نطلع تقرير ونشوف الجهاز المعاون بيتكلم على مستر كارترون ونعود لنتواصل في أحلى ليلة والأهلي الليلة. هو الراجل يعني بصراحه يعني انا بقول فعلا الكلام ده هو الراجل على المستوى الانساني والشخصي حاجه يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني حاجه جميله جدا 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 يعني دايما نقول الاجانب بيبقوا يعني جامدين شويه لا الراجل ده تحس ان هو يمكن عاداتنا يعني بياخد باله من كل حاجه نفسيه مع اللعيبه وحتى مع الجهاز يعني هو عايز اقول ايه يعني اجتماعي جدا دايما بياخد باله من اللعيب في كل كبيره وصغيره بيعامل اللعيبه نفسيا معامله كويسه جدا اللعيبه بتبقى رايحه جدا بيبقى دايما عينه على كل لعيب يشوف هو ايه تعبيرات وشه هل هو زعلان حتى لما بيجي ياخد قرار انت عارف لعيب الكوره دايما على طول دايما عايز يلعب ولما بتكون بالذات في منافسه كبيره بيبقى كله عايز يلعب ولكن الدور السيكولوجي المهم جدا ان انت ازاي تحتوي كل اللعيبه اللي بيلعب واللي ما بيلعبش لانك هتحتاج كل لعيب في البطولات احنا عندنا بطولات كتيره وماتشات متلاحقه وقريبه على طول فانت هتحتاج كل فاداره دي عمليه صعبه مش سهله. هو الراجل بصراحه في الحته دي العامل النفسي بيهتم بيه جدا بياخد باله من كل حاجه ويمكن احنا شفنا يمكن احنا في حوالي 8 9 ماتشات حصل روتيشن للعيبه كتير جدا. شخصيه طبعا مش عاوز اقول مثاليه لكن نموذجيه جدا مدرب محترم جدا انسان على مستوى عالي جدا من الاخلاق وبيعامل الناس كلها بمثاليه يعني زي ما بيقول يعني سواء لعيبه سواء جهاز سواء حتى العمال علاقته بالناس كلها علاقه كويسه جدا يعني ودي حاجه ميزه الواحد يكتسبها منه ان دي يعني على قد ما هي صعبه جدا لكن حاجه مهمه جدا يعني للمدرب. خارج الملعب ما خارج الملعب ما هو ده خارج الملعب انا بقول لك بيعامل الناس كلها طبعا بطريقه
مثاليه، مش هقول لك يعني حاجه عاديه، لا بجد مثاليه يعني. كل الناس كل المنظومه يعني بحس كل واحد باهميته، سواء جهاز سواء لعيبه، بيعامل لعيبه ما بيفرقش طبعا بين اللعيب الاساسي واللعيب الاحتياطي، بالعكس بيحاول اللي هو يكون عادل في اختياراته وفي معاملاته مع الناس، حتى بمعدل التدريب يعني. ما بيهتمش باللعيبه اللي بتلعب بس، لا بالعكس بيهتم بكل اللعيبه اللي موجوده سواء بره، حتى بيتكلم في الماتشات الوديه اللي لازم كل الناس تاخد جرعات زي بعض، تدريب نفس القصه. فدي حاجه الواحد عن نفسه على المستوى الشخصي يعني استفدت بيها جدا، وعلى المستوى الانساني برضو انسان راقي جدا. طبعا احنا سعداء ان احنا بنتعامل مع مستر كارترون، شخصيه جميله وشخصيه قويه في نفس الوقت، واحنا طبعا بحكم ان احنا كجهاز واحد سواء انا او كابتن سامي قمصان او كابتن مصطفى كمال، معانا طبعا ليندمان ومعانا كابتن حسين عبد الدايم، كلنا كمنظومه، وحتى استاذ عمرو محب اللي هو المترجم بتاع مستر كارترون، بنتعامل كاسره واحده. مستر كارترون يعني شخصيه متفاهمه وشخصيه جميله، عنده قوه في شخصيته، بالاضافه انه بيسمع لمختلف الاراء، برضه في نفس الوقت عنده رايه وعنده المرجعيه بتاعته. فدي طبعا حاجات كلها بيتسم بيها، وفي نفس الوقت كمان من الناحية النفسية ومن ناحية العلاقة الوطيدة أو العلاقة القوية مع اللاعبين بيقدر يتعامل بشكل مميز. ونتمنى إن شاء الله التوفيق، احنا ماشيين بشكل كويس، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نبقى موفقين في الفترات القادمة إن شاء الله. واضح جدا حالة الحب اللي عليها الجهاز الفني بالكامل للنادي الأهلي، الروح اللي باينه في الكلام، لأن الحديث مش على الملعب بس، لا ده الحديث كمان خارج الملعب وعلى الشكل الإنساني والأخلاقي، وكمان الحديث على معاملة مستر كارترون حتى للعمال بالشكل اللائق. كلام جميل باين إن في حب وتفاهم بين الجهاز معاهم. أنا بعتبر كابتن محمد يوسف يعني بصراحة أنا ما أقدره تقدير كبير لي، لأن من وقت ما بدأنا مع بعض يعني هو ليه دور كبير جدا من البداية، سواء كمدير كورة أو مساعد ليا. يعني هو يعني أنا بحييه، لأن مش ممكن شخص واحد يعمل كل المجهود ده وبيعمله بنجاح، وإحنا كباقي أعضاء اللي أفراد الجهاز الفني نعتبر نفسنا أسرة، متعامل مع اللاعبين كأننا أسرة واحدة. وأنا طبعا أنا بختارهم كويس، وأنا سعيد بأنهم إن حظي كويس، لأن شخصياتهم كويسة، والشخصيات دي بتفرق جدا في التعامل وتوصيل المعلومات الفنية للاعبين وتوصيل الرسالة. وأنا أتمنى برضو كنت بتمنى يكون الجهاز بتاعي نشيط، وده كان موجود بالفعل. وأتمنى وأنا بشتغل معهم بحب يكونوا سعداء، لما يكونوا سعداء هيأدوا شغل كويس وأداء كويس. والهدف بالنسبة لي المرة التانية بقوله إن اللي يشتغل هو سعيد ومبسوط، ما بقاش في أي ضغوط، وما بقاش أنا بس الآمر الناهي، لازم يكون معايا برضه يشاركوا معايا ونشارك في القرارات وقرارات فنية، لأن في الآخر مصلحة النادي كلها تهمنا كلنا مع بعض. ده معناه اللي انت مدير فني ديمقراطي في الكلام والحديث، ولا في القرار ديكتاتور بتاخد قرارك مره واحده؟ انا باخد قرار بنفسي، لكن بطلب راي الناس المعاونين ليا، كل واحد رايه بمنتهى الامانه. يعني من كام يوم فاتوا كان حصل موقف وطلبت منهم، بالعكس كنت بقول لهم من فضلكم قولوا لي رايكم، مش عايزين رايهم، قلت لهم من فضلكم قولوا لي رايكم عشان اتاكد ان قراري صحيح او مش صحيح. ساعات بيكون في افكار او حاجات ممكن هم شايفينها انا مش شايفها، اقول حاجات انا ما خدتش بالي منها، وبتفيد برضو من ناحيه ثانيه، ان بتخليني اقول لا القرار ده صح، قرار غلط، يعني انا المفروض اعدل فيه، بيساعدني ناخد القرار الصحيح ومساند اللي حواليا. بس في الاخر طبعا القرار بيخرج مني انا، انا اللي بصدر القرار في الاخر، لان دي مسؤوليتي. لكن بعد المناقشه معاهم، بس القرار في الاخر بيصدر مني انا. الكلام شكله حلو والاسلوب جميل، ولكن انا اعرف ان الكابتن محمد يوسف يعني دمه خفيف، ف
وانت باين عليك القوه والحماس على الشاشه، لكن اكيد في وقت لايت او في وقت بيكون في كوميديا بينكم بين الجهاز الاعضاء المعاون، هل ده حدث معاك في بعض الامور ولا كل الامور ماشيه جد؟ On a la chance de passer beaucoup de temps ensemble. بيجي لنا فرصة نقضي وقت كتير مع بعض، بقضي وقت كتير مع أفراد الجهاز بتاعي. On sait tous faire la part des choses entre les moments où. طبعا من الوقت التاني بيبقى عندنا فرصة نقعد نتناقش مع بعض. On va se détendre un peu. نقعد يعني أساس نهدى شوية ونفك شوية ونتكلم عن الحاجات العائلية ونتكلم مواضيع مختلفة. لكن بعترف إن إحنا كلنا مركزين أكتر في الكورة، وإحنا يعني بنحب الكورة أكتر، معظم الوقت بنقضيه يعني مفيش مجال للهزار، كله شغل شغل شغل. principalement بشكل رئيسي on est une période où احنا بنتكلم في الكوره اكتر، انا فتره صعبه وبنحاول نستخدم كل لحظه في الوقت اللي احنا فيه ده عشان نحاول نحسن اداء الفريق ونحقق حاجات جديده للنادي ونحاول نرجع لعيبتنا في احسن حاله ليهم ونفكر ايه اللي ممكن نطوره تاني في النادي ونحسنه في اداء الفريق. سي عندي حاله حب وعشق لينا لكره القدم، ودي حاجه طبيعيه واحنا متحمسين اللي احنا بنعمله، متحمسين في شغلنا. واضح من شخصيتك، لكن انت كمدير فني للنادي الاهلي في عدد من لعيبه الاهلي مشهورين بخفه دمهم، مشهورين اللي هم بيهزروا مع بعض. اما بتشوف ده كده في غرف اللبس او في بدايه التدريب بتشوفه ازاي؟ هل بتتدخل ولا بتسيبهم يهزروا لغايه ما التمرين يبدا؟ طبعا كل حاجه ليها وقتها. بالعكس ببقى مبسوط لما الاقي روحهم كويسه ومبسوطين وبيضحكوا، وبلاقي روحهم كويسه في الملعب عندهم روح دعابه وبيضحكوا. انا شايف اللعيبه يضحكوا في اوضه اللبس احسن من يضحكوا في الملعب. لكن بقول حاجه، ان دايما بيكون نتائج كويسه كل حاجه تبقى سهله والجو في الفريق بيبقى كويس بيبقى افضل. انا بشوف دايما وعشت في حياتي بشوف دايما في اوضه اللبس في اوضه اللاعبين يبقى الجو كويس لما يكون النتائج كويسه. وعشان تبقى فرقه تنافس لازم تحقق نتائج كويسه. وعشان تحقق نتائج كويسه يكون عندك طاقه ويكون في جو كويس بين اللاعبين. لما تشتغل في الملعب بنبقى جد كلنا، فمفيش مشكله من فوق اللبس يضحكوا شويه عشان يغيروا جو. احساسك واصلني جدا وواضح مدى المسؤوليه اللي انت شايلها، واكيد عايز توصلها للناس اللي المسؤوليه كبيره جدا. في ظل هذه المسؤوليه وطلبات اللاعبين وبعض الامور، هل حراسه المرمى في النادي الاهلي حسمت على الشناوي فقط، ولا هل هيكون في دور مع شريف اكرامي، ولا وفقا للحاله الفنيه للحارس؟ في الوقت الحالي احنا بدانا كابتن شناوي حارس مرمى الحارس الاول، وانا حظي كويس جدا ان عندي حارس شاب. يعني بالنسبه لي 30 سنه محمد الشناوي ده حارس شاب صغير، الحراس بيقعدوا لفتره طويله وعمل كاس عالم رائع، ويكون عندي نمره 2 حارس زي كابتن شريف اكرامي بخبرته الكبيره وشخصيته المؤثره على اللاعبين والكاريزما بتاعته، وانا عارف دايما ان ممكن في اي وقت يعني بيقدر يساعد اللاعبين، يعني بيتكلم مع اللعيبه خصوصا مع احمد الشناوي ويفيده، ولو في مثلا حصل وقت من الاوقات ان الشناوي مش موجود وحاضر معايا بعرف ان لعيب زي شريف اكرامي لعيب استثنائي، فحاجه زي كده تسعدني جدا. انا شفت شريف اكرامي لما جات له فرصه اللعب عمل مباراتين كبار جدا. فالوقت الحالي محمد الشناوي الحارس نمره واحد، وواحد انا عندي حارس انا عندي ثقه كبيره فيه، لكن برضو عندي ثقه كبيره جدا في شريف اكرامي، وعنده خبره اكبر وسنه اكبر، وعارف ان في اي وقت ممكن اعتمد عليه. وده برضو يخليني اتكلم عن علي لطفي، حارس يعني اكثر شبابا لكن بيشتغل جامد على نفسه، بيتمرن كويس وبيحسن من ادائه. هو طبعا صعب بالنسبه له لان هو طبعا على في اي نادي تاني كان زمان بيلعب اساسي، لكن هو طبعا مع في اثنين حراس كبار معاه. المشكله اللي عايز اقولها طبعا المشكله الايجابيه في الانديه اللي يكون عندهم تبقى مشكله، بس في حاجه ايجابيه يكون عندهم حراس كبيره، وانا سعيد جدا يكون عندي حراس ثلاث حراس مستوى رائع زي الحراس بتوعي. المنافسه مش في حراسه المرمى بس، لكن كمان في خط الهجوم في منافسه.
وليد أزارو واحد من المهاجمين المميزين جدا، ولكن في المباراة الأخيرة ممكن يكون بيلعب لنفسه شوية زي ما وصفته بعد التقرير، أو بيضيع بعض الكرات السهلة. هل ده من المنافسة ومن وجود لعيبة منافسة أخرى، ولا من ضغط المباراة، ولا بتفسره إزاي؟ ما اعتقدش يعني زي ما قلت في المقدمة في الأول، اللعيبة الهجومية بتاعتي بتشتغل بالثقة. في ساعات كمهاجمين بتجيب أهداف كتيرة، ده بيحصل في أوقات ما بتبقاش وقتك، بتبقى دي أصعب وأوقات صعبة بالنسبة لك. لكن طبعا احنا عارفين كل المهاجمين بيبقوا أنانيين، كل مهاجم لازم أناني وكل تفكيره يجيب أهداف، يحرز أهداف. ساعات مرات تاني لازم نقرص لهم أو ودنهم لما يعملوا خطأ، بس ما اقدرش الوم على مهاجم ان هو بيحاول، وسواء مروان او وليد ازارو كلهم عايزين يجيبوا اهداف، ودي الاولويه بالنسبه لهم، وده وجودهم في الملعب عشان ده. وبكرر مره ثانيه، المفروض نفكر بشكل جماعي، ولو في مهاجم بيضيع جون ما اقدرش الومه لوحده، بلوم الفرقه كلها، وما اقدرش اقول ان دي مسألة ثقه. يعني في لعيبه عندي وقت ما جيت في الموسم اللي كنت فيه، كان الموسم ابتدى وكان في لعيبه فعاله ومؤثره للفريق، وانا اعتمدت عليهم، وانا اعتقد ان هم ما خذلونيش، وانا برضه بقول ان الاداء الهجومي بيعتمد على الاداء الجماعي للفريق، ما اقدرش احاسب واحد لوحده. اكيد في لعيبه افتقدتهم زي اجاييه، لعيب مميز جدا ولكن الاصابه حرمته الأخيرة. وليد سليمان لاعب من اللعيبة المميزة جدا، لكن برضو الإصابة بتحرمك منه. بالنسبة لجونيور أجاي طبعا أن حاجة محزنة، لأن كانت إصابة قاسية جدا، لما ركبته يعني فقد توازن في كورة في لعبة ثابتة، وللأسف هو لعيب موهوب خسرناه. بالنسبة لوليد سليمان أعتقد هو يعني فعليا هيكون يعني جاهز، هو جاهز دلوقتي يرجع معاه تمرينات، هيكون جاهز المباراة الجاية. المباراة الأخيرة أنا حبيت أقول إن هو قبل المباراة جاي كلمني بروح عالية، وهو قال لي إن هو جاهز 100% وطلب إن هو يشارك، وعرض نفسه إن هو يكون موجود لو أنا كنت عايز ألعبه. هو قال لي أنا فاضي، قلت له يا قال لي أنا جاهز يا كابتن، قلت له أنا فاضي أريحك يا وليد علشان المباراة الأهم جاية بعد كده، وأفضل ما أخسركش بعد كده. وليد لعيب محترف، وأنا عارف إن هيكون جاهز الفترة الجاية علشان يدينا خبرته الكبيرة ويصنع الفارق في الملعب. اكيد اتكلمنا على الجهاز واتكلمنا على اللعيبه، وانت بتكلمني على جهاز المعاون، قلت لي انا شايف الاداره بتتعاون معايا. تعاونك مع اداره النادي الاهلي شكله ازاي، وتعاونك مع رئيس مجلس اداره الاهلي كابتن محمود الخطيب، نجم كبيره، وخاصه انه كان لاعب كبير جدا وواحد من اهم اللعيبه وافضل لاعب في افريقيا ولاعب مميز جدا، هل بتتكلم معاه كتير، ولا الامور بتبقى مختصه بالجانب الفني، وعلاقتك بالكابتن الخطيب ايه؟ عندنا يعني علاقات جيدة جدا، علاقات حميمة. هو طبعا هو لعيب كبير، هو بيقدرنا يعني وبيحترم خصوصيتنا وما بيدخلش في شغلنا. طبعا قدره كبير جدا، طبعا حاجة كبيرة جدا، وكلنا عارفين قدره كجهاز فني. وطبعا من حقه يعمل تعليقات على أدائنا، لكن هو طبعا عنده من الكرم انه بيسيبنا نطلع كل اللي عندنا، ما بيدخلش في شغلنا حتى لو ساعات النتائج مش مرضيه قوي بالنسبه له. هو طبعا وجوده بقى ايجابي جدا بالنسبه لنا، وبيكون معانا دايما في الاوقات الصعبه، بيكون جنبنا في ماتش، في مباراه صعبه او زي ماتش في الترجي التونسي كان موجود معانا، وبشكره لتواجده الدائم معانا ومساندته الدائمه لينا. جه معانا قبل اول مباراه لينا قدام تاون شيب اللي كانت هنا عندنا في مصر، وقال كلمه كانت فعلا كلمه كان ليها حافز كبير للاعبين واثرت عليهم بشكل ايجابي. simplement mon arrivée qui a stimulé les joueurs, c'est vraiment son discours. وصوله يعني انا يعني وصوله لمقر اللعيبه وكلامه معاه كان ليه مفعول السحر.
et qui met vraiment son image au service de son club. On sent qu'il بيستخدم صورته لخدمة النادي. On sent que ده شخص بيحب النادي. ses pensées وكل تفكيره وبيبذل كل اللي عنده عشان يخلي النادي يكبر ويزيد اكتر واكتر. فبشكره مره ثانيه de sa clémence et de la façon dont il respecte بشكره حلمه واحترامه الكبير اللي مديه للجهاز الفني ولافراد الجهاز الفني. اكيد اتكلمنا في تفاصيل كتير في الفريق في هذا التوقيت، لكن رسائل كتيرة جدا جاية لي على موقع القناة، ولكن هطرح عليك السؤال بشكل مختلف. مستر كارترون شايف انه عايز يدعم الفريق في شهر يناير المقبل، ولكن مش هقول لك مراكز، هقول لك هل طالب عدد مثلا، عايز لاعب، عايز اتنين بدون ذكر مراكز. بقى اكوتي بتتر نبص يعني ممكن وسؤال جماهيري يعني عشان سي كيستيون كي سيبورتور vous venez de parler de respect et de valeur et nous avons demain une طب انا بكلمك يعني باحترام ومقدر الكلام ده، بس انا عندي بكره اجتماع مع رئيس النادي وباحترام للاجتماع ده لاعضاء مجلس الاداره، انا هسيبهم هم اللي يبلغوا في الاخر وهم يدوا يعني التصريح في الاخر ويقولوا ايه اللي هيحصل في شهر يناير. احب احتفظ بيها لنفسي، فانا افضل ما اجاوبش السؤال ده. انا قلت لك مش هجاوب كل الاسئله، هجاوب عليها، بس السؤال ده انا مش هجاوب عليها، خلي اجابه لاعضاء مجلس الاداره واللي هقول لهم انا تفكيري ايه واختياراتي ايه وانا عايز اعمل ايه مع الفريق وعايز اوصل ايه وايه احتياجاتي للفريق، وهم هيوصلوا ده للاعلام. اكيد وده اول سؤال واخر سؤال، مش هجاوب عنه النهارده، هجاوب على اي اسئله ثانيه. لا طبعا لك مطلق الحريه انك تجاوب على اي اسئله او ما تجاوبش طبعا، لكن كان لازم اسالك السؤال ده وبحترم اجابتك جدا، لكن في نفس الوقت كان لازم احترم رغبه المشاهدين والجمهور ان انا اطرح عليك هذا السؤال. ناخد نفس ونشوف تقرير مهم جدا عن النقاد الرياضيين على مستر كارترون ونرجع نتواصل. كارترون من يوم ما تولى المسؤولية الحقيقة أنا لفت نظري حاجتين. الحاجة الأولى هو أنه بيكسب ما شاء الله على طول، بيحقق نتائج كويسة، متصدر في أفريقيا، متصدر في الدوري، النتائج بتاعته لغاية دلوقتي ما فيش حد يقدر يقول إنها مهزوزة أو وحشة. قد يكون في بعض المباريات بيكسب في الوقت الأخير أو بيبقى فيه أزمات، لكن ده شيء طبيعي لأن الأهلي معروف طول عمره أنه هو بيكسب حتى في الوقت بدل الضايع. دي اللي بنسميها روح الفانيلا الحمراء. اللي لفت نظري أنا أن الراجل بيحاول أنه هو يجدد في الفريق، بيحاول أنه هو يجدد في عناصر الفريق، بيحاول أنه يدفع بعض العناصر الجديدة. احنا السنة دي لما نقارن الراجل ده عمل ايه مع الفريق والتشكيل اللي بيلعب به الاهلي السنة دي عن السنة اللي فاتت، هنلاقي فيه تغيير، هنلاقي فيه عناصر كتيرة بدأ يعتمد عليها، بدأ يدفعها، في عناصر بدأت تقعد ما بتلعبش. يمكن التغيير اللي حصل كمان ان في عناصر كتيرة سابت النادي الاهلي من الهيكل الاساسي اللي كان موجود في الموسم الماضي. فانا شايف ان الراجل ماشي على خط سليم، شايف ان النتائج جيدة، شايف ان هو لو استمر بهذا الشكل مؤكد ان هو هيكون ليه اسم كبير حتى في القارة الافريقية. يعني لو قلنا فعليا ان الراجل بقاله شهرين مع النادي الاهلي مثلا فترة الاعداد مع الدوري، هنقول ان هو مش كويس في الاثنين، ولكن ده يعني عمليا. انما ولكن لو بصينا للموضوع انه في بعض الجمهور مش راضي عن اداء النادي الاهلي، البعض الاخر مش راضي ان في لعيبه بتلعب او ما بتلعبش، انا شايف ان الراجل بيعمل عمليه تدوير وعمليه تحلل تجديد في الفرقه. في لعيبه بتلعب مره، لعيبه بتقعد، لسه ما ثبتش التشكيل بطريقه كبيره. يعني بيحاول يشوف بعض اللعيبه سواء الجديده او سواء الصفقات اللي جت. الاهلي ما عملش صفقات كتير، ولكن في بعض اللعيبه الناشئين اللي بيشوفهم، في بعض اللعيبه اللي كانت اعارات زي ناصر مثلا بيحب يديله فرصه، صلاح محسن بيديله تدريجي في ظل وجود وليد ازارو. عندنا مؤمن زكريا الموضوع بتاعه الازمه اللي لسه ما اتحلتش، فبالتالي برضه بعيد مؤمن زكريا، استغلوا الماتش اللي فات بعض الاوقات، ولكن لسه برضو وجهة نظري الراجل محتاج له كمان 5-6 جولات في الاهلي لما في الدوري، بحيث ان الاهلي نشوف شخصية الاهلي اللي هي معروفة او متعارفة للجميع. الاهلي كنتائج هو نتائج ايجابية وماشي كويس،
متصدر طبعا في بطولة أفريقيا مجموعته، قدر ان هو يصعد للدور التالي في الدوري، برضه متصدر الدوري. لكن هو الشيء المقلق او اللي الناس كلها ملاحظاه ان لسه في نوع من عدم الثبات بالنسبه للفريق الاهلي في معظم المباريات. في انتصارات وفي مكاسب وفي امور ايجابيه كتيره، لكن مازال الجانب الفني هو اللي بيزعج الغالبيه سواء من الجماهير او من النقاد، وده شيء طبيعي. فريق الاهلي فريق بطولات، الناس كلها تحب تشوفه في صوره مكتمله، ما يكونش فيه عنده نقص في أي شيء. يمكن الأهلي الموسم دوت بيمر ببعض الظروف الخاصة، طبعا تغيير الجهاز الفني، موجود كارترون الفرنسي، بداية موسم بالنسبة له، لسه في مرحلة استكشاف أو تعرف على الفريق. كالدرون كان موجود هنا مع وادي دجلة وعنده فكرة جيدة قوي عن الكرة المصرية بشكل عام وعن النادي الأهلي، بالإضافة أن النادي الأهلي الحقيقة بيوفر دايما عوامل نجاح لأي مدرب سواء مدرب وطني أو مدرب أجنبي. عوامل النجاح دي بتتمثل في إدارة تحترم الاختصاصات، في مجموعة لعيبة على مستوى عالي من الكفاءة، الجهاز الوطني اللي بيبقى دايما معاون يعني ممثل في الكابتن محمد يوسف، وده طبعا نقدر نقول أنه هو يعني يقود فريق بمفرده زي ما حصل وله تجربة قبل كده لما خد بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي. من الصعب جدا ان احنا نحكم على يعني يتم الحكم على باتريس كارتيرو بعد شهرين، لسه مشوار طويل جدا، وهو الرجل متولي المهمة صعبة جدا. فرقة النادي الأهلي بتمر كمان بمرحلة تغيير جيل جديد، يعني بحث عن جيل وبحث عن وجود في يعني بحث عن منصة هي الأهم بالنسبة للأهلي وجماهيري، هي منصة أفريقيا. دي حاجة تانية، انت عندك بتطلع جيل جديد بتدور على فريق، لسه يعني في ناس مشيت وناس اعتزلت، ويعني عملية الحكم على الراجل، لكن تلمح من المشهد العام انه في حاجه بتتعمل. الحاجه دي هتاخد وقت شويه، ليه بقى؟ لانه المواهب قلت في الكره المصريه بشكل ملفت للنظر، مش في الكره المصريه فقط، حتى على الصعيد المحترفين الاجانب. ثانيا انت ممكن تصادفك حاجات كتير خلال مشوارك، الاصابات، ظروف المباريات، ظروف المنافسات، حاجات يعني دي امر وارد في كره القدم. خطوه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كفرقه كوره بيبقى الجزء الاساسي فيها هو الاستقرار الاداري. اذا تم الاستقرار الاداري هنا بيتولد بعد كده الخطوه الاهم وهو النضج الفني. النضج الفني ده بياخد وقت، ياخد شهرين، ياخد ثلاثه، ياخد اربعه. أهلا بكم من جديد بعد فاصل وبعد تقرير مميز جدا كل متابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم المميز دائما الأهلي الليلة، وأحلى ليلة مع المدير الفني باتريس كارترون المدير الفني للنادي الأهلي. وزي ما قلت لكم دائما تابعونا أونلاين، اللي مش بيتابعنا على التلفزيون أو عنده حاجة هيتابعنا أونلاين على الموقع الرسمي لقناة النادي الأهلي لايف. ودايما بشكر الدكتور عمرو محب على ترجمته المميزة دائما والتواصل معنا، وتعبينه جدا ودايما هو يعني تعبان معنا. قبل الفاصل كان في تقرير للنقاد الرياضي مستر كارترون في حالة رضا ورسائل إيجابية من النقد الرياضي المصري، الحديث عن أن مستر كارترون لشهرين مع النادي الأهلي أدى بشكل كويس، لكن ده مش تقييم الكامل. البعض شايف أن لسه الفرقة ما وصلتش لمرحلة الثبات الكبير، لكن الكل بيؤكد أن النتائج مميزة حتى هذه اللحظة. أنا بقول زي ما قلت في المؤتمر الصحفي الأخير إن إحنا وصلنا تقريبا 70% من مستوانا. الأولوية إن أنا أول ما جيت إن أحقق نتائج كويسة ويبقى في روح عالية للاعبين، لأن كان في مباريات كلها مهمة ورا بعضها ومتتالية، وكان لازم نحقق نتائج، ما كانش في مجال إن إحنا غير نحقق نتائج كويسة عشان نقدر ننافس. فكنا بنفضل النتائج على الأسلوب، وإن كان لازم نكون محاربين ونكون دايما منافسين ودايما حاضرين. كان لازم يتأهل في بطولة أفريقيا، واللعيبة كان عندهم الإمكانيات إن هم يخلصوا
المشوار الافريقي دوري المجموعات في المركز الاول على في صداره المجموعه، ودي حاجه كويسه. بس دايما بقول احنا في مرحله يعني استعاده ثقه واستعاده قوه، المفروض نستغل المباريات اللي مستنيانا واللي هنلعبها الفتره الجايه عشان نعلي مستوانا ونعلي مستوى لعب اللاعبين واداء الفرقه ونحقق نتائج افضل وافضل. مستر كارترون، المنتخب الفرنسي منتخب جيد، فاجأ الجميع وحصد لقب العالم في أداء مميز جدا. بكرة كمان عنده مباراة مهمة جدا أمام المنتخب الألماني في بطولة أوروبا الجديدة اللي بتقام لأول مرة. لكن رؤيتك للمنتخب الفرنسي في المونديال؟ طبعا انا سعيد جدا ان احنا كنا ابطال العالم في كاس العالم الاخير، ودي رساله اللي احنا بعتناها للناس كلها اللي بيشاهدوا كره القدم. مالغري كلكو جوار كوم امبابي كي سون فريمون اور نورم، يعني احنا يعني طبعا اللعيبه كلها قاعدين ما عدا بعض اللاعبين اللي فوق المتوسط او فوق الممتاز زي امبابي، بس اللعيبه كلها لعبت باداء جماعي. وأنا بقول منتخب فرنسا هو الفريق الوحيد في العالم الأكثر في الاستثمار في صقل المواهب اللاعبين والاعتماد على اللاعبين الشباب، وذلك مراكز التأهيل حاجة مهمة جدا. وأدي شايفين أهو طلعت لعيبة كسبوا كأس العالم في فرنسا. بعد كده بالنسبة لمباراة ألمانيا بكرة، أتمنى حظ سعيد لفرنسا. أنا كنت سعيد جدا طبعا إن فرنسا يعني التي متصدرة العالم في كرة القدم بالانتصار الجميل حققته في كأس العالم وحصولها على كأس العالم. خايف على المنتخب الفرنسي إنه يحصل له نفس ما حدث للمنتخب الألماني، كان حامل لقب كأس العالم بعد كده تراجع، ده أول ظهور بعد كأس العالم والاحتفال والمونديال، هل بيكون ليه تأثير ولا المنتخب الفرنسي عنده القدرة إنه يخطي هذه المرحلة؟ أنا سعيد وعندي ثقة كبيرة، خاصة بعد البرازيل بطلة العالم تعمل نتائج كويسة بعدها. وأنا شايف منتخب فرنسا يعني بعد منتخب البرازيل الصغير، فرنسا ثاني منتخب بعد البرازيل يكسبوا كأس عالم، وده معناه إن مش بس الفرقة دي كسبت، لا دي فرقة قدامها مستقبل كبير، لان متوسط اعمار لعيبه 25 سنه بالنسبه للاعبين كلها دي حاجه رائعه. ده خليط بين لاعبين صغيرين ولاعبين موهوبين. اعتقد احنا قدامنا مستقبل كويس وسنين جميله جايه لنا الكره الفرنسيه، ومنتخب شاب وقادر يعمل نتائج كويسه الفتره الجايه ويحصل على بطولات كثيره الفتره الجايه. كان لازم ابدا معاك من المنتخب الفرنسي، ولكن علشان اقدر اسالك على تقييمك لتجربة المنتخب المصري في المونديال، خاصة أن في تجمع ومباراة مهمة أمام النيجر يوم السبت المقبل مع مدير فني جديد أجيري. أعتقد الفرقة عملت مباراة، أول منتخب مصر لعب ماتش أواني قوي جدا قدام أوروجواي، وأنا أعتقد قلت برضه مع محمد صلاح إنه يكون 100% لو كان موجود 100% وكان في مستواه كان ممكن يكسب المباراة دي. بعد كده كان لازم طبعا كل يعني كل حاجه كان المفروض يعني كل عوامل تبقى موجوده عشان نحقق نتيجه كويسه، بس اعتقد مصر كانت قريبه تحقق انجاز كبير. الشناوي كان مستواه عالي جدا وعمل كاس عالم كبير، والفرقه قدامنا كانت الفرقه كانت قدام منتخب مصر كان عندها مشكله انها تكسب ليكيب ديجيبت بوندون سو ماتش لا. Je suis persuadé que انا في المباراه الاولانيه حسيت ان منتخب مصر الماتش الاولاني كان ممكن تعمل فارق في البطوله كلها، بس للاسف محمد صلاح ما كانش موجود وكان ممكن يصنع الفارق، وكانت بدايه مختلفه وكانت مسيره المنتخب في البطوله مختلفه تماما. Pour moi après bon بعد كده بقى بعد المباراه الاولانيه ماتش روسيا للاسف ما كناش موفقين فيه منتخب مصر، كان ماتش السعوديه يعني ممكن نقول مباراه يعني تحصيل حاصل مع فرقه كانت متحركه وكنا متحمسين وشايفين كانت مباراه مجنونه، حصل فيها حاجات كتيره مختلفه، ضربه الجزاء الجماهير كانت مصدومه في الاخر، بس في الاخر
انا شايف المباراه الاولانيه كان ممكن تحصل في المباراه الاولانيه في حاله وجود محمد صلاح. محمد صلاح واحد افضل لاعبين في العالم دلوقتي، لو كان موجود في ماتش اورجواي كان ممكن البدايه تبقى مختلفه، وكان ممكن الفاعليه الهجوميه لمنتخب مصر تبقى اقوى بكتير. واعتقد ان كاس العالم كله كان ما كانش موفق بالنسبه لمنتخب مصر بسبب البدايه ما كانتش رائعه مع اورجواي، برغم قوه منتخب مصر بسبب عدم وجود محمد صلاح. أكيد ليك رؤية لمحمد صلاح. محمد صلاح أدى موسم رائع جدا مع ليفربول، هداف الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في أفريقيا، رشح الأسبوع قبل الماضي أفضل لاعب في أوروبا، وكان بيتنافس مع اثنين من كبار لاعبي العالم مودريتش وكريستيانو، كذلك نفس المنافسة على أفضل لاعب في العالم. شايف موقف محمد صلاح إيه في جائزة أفضل لاعب في العالم، وكذلك تقييمك ليه ورؤيتك ليه في المستقبل؟ هو لعيب استثنائي محمد صلاح. عشان نعرف بس الدوري الإنجليزي ده الدوري الأقوى في العالم، هو يعني يعتبر نادى واحد من الأفضل في العالم، من افضل لاعبين في مركزه في العالم. اعتقد في اربع لاعبين في العالم هم اكبر الازهر في كره القدم العالميه، رونالدو، ميسي، ودول بقى لهم سنين طويله، دلوقتي محمد صلاح، واعتقد السنين الجايه امبابي هيكون معاهم ان شاء الله. يعني انا حاسس ان هو ده لعيب كويس، وانا حاسس ان هو ممكن الاربعه دول يتحكموا في مستقبل الكوره بعد كده. لا عندهم امكانيات كويسه، fluide, tout paraît facile avec lui. لعيب عنده كل الامكانيات، فيزيك فورميدابل، بدنيا كويس وسريع جدا وعنده فنيات عاليه وفعال قدام المرمى. وانا بحب اسلوبه وروحه كمان، روحه مع الفريق ومع الفرقه بيلعب معاه، دايما متحمس ودايما عنده روح، وفي نفس الوقت متواضع وعلى طول مبتسم، بيدي صوره كويسه لمصر، صوره استثنائيه لمصر. برافو ليه على الصوره اللي بيديها دي. يمكن هقول لك يعني قرار ربما يكون هو لسه طالع حالا، هو ايقاف امبابي ثلاث مباريات من الاتحاد الفرنسي بعد طرده في المباراه اللي فاتت. هو لعيب لسه صغير واكيد لعيب عنده حماس كبير. مبابي لعيب شاب، بننسى دايما ما عندوش غير 18 سنه بس. طبعا هو يعني هو موهوب بالطبيعه وعنده امكانيات كويسه، بس هو صغير. انا اعتقد المفروض بقى مدرب منتخب فرنسا الفتره الجايه يفكر يعني ان يحاول الخارجيه يركز، لكن للاسف الاعلام وكل العوامل الخارجيه بتاثر على اللاعبين. زي ما قلنا عندنا عن اكرم وعشناوي ان اللاعبين لازم يتعلموا من اخطائهم، وقلت ده في اول حلقه. هو برضه المفروض يتعلم من اخطائه، هو رد فعله كان سيء وخد وشاط شوطه قويه للخصم، واعتقد ان هو كان خرج بره شعوره، واعتقد هيبقى حاجه زي كده المفروض يعني يبقى عنده رد فعل بعد كده، يبقى عنده حاله يخليه ما يكررش الموضوع ده، وهيبقى درس ليه. واعتقد تصريحاته بعد المباراه دي قال لو اتكرر تاني هلعبها، هعمل نفس اللعبه دي تاني. اعتقد ما كانش في داعي يدي التصريح ده، وانا اعتقد تصريح يعني صعب، يعني صعب ليه اكتر من الطرد. يعني العقوبه اللي نالته اصعب من الطرد اللي حصل وكان مضايقه بعد المباراه. الامور وبتختلف عن وجودك في الملعب، وانت لاعب في الملعب بقى وذكرياتك عن كره القدم، وانت ليك مسيره كلاعب كبيره جدا ومشاركه في الدوري الانجليزي ومدافع لاعب خط وسط قوي جدا وهداف، ولك بعض الاهداف اللي هتتعرض معانا. بعتبر اعتقد ان انا كنت حظي كويس، لان كان عندي السعادة ان اكون كابتن فران في بريطانيا، في منطقة بريطانيا بتاعتي في فرنسا، المنطقة اللي بعيش فيها، وكنت بلعب لعبت في نادي كبير زي ليون، وعشت لحظات كويسة في اوروبا، وكان عندي سعادة ان العب قدام مثلا الاعلى في الفترة دي رونالدو، وكان حظي كويس ان العب فرقة كبيرة زي سانت اتيان، وانا اسجل في ماتشات الديربي في انجلترا مع نيوكاسل قدام نيوكاسل. بس انا الحاجات دي كلها بتسعدني لما باجي بتذكرها وبرجع ليها، وانك تعيش اللحظات السعيده دي، اللحظات الكبيره في حياتك بتذكرها وببقى سعيد، وبتمنى
انا كمدرب احقق ذكريات افضل من دي وافتكرها بعد كده وابقى سعيد وانا بفتكرها. ايه اكبر الذكريات اللي انت فخور بيها وانت لاعب؟ كلاعب ده اقول في اللحظات la victoire face à l'Inter de Milan يعني كانت ما تتنسيش j'ai su après le match que j'avais joué زي فوزي قدام انتر ميلان نادي انتر ميلان وكنت بلعب ورجلي كانت فيها اصابه كبيره ça c'était quelque chose d'extraordinaire وكان حاجه بالنسبه لي رائعه ان احنا نكسب وانا تعبان سانت اتيان كان برضه الفتره دي كان في حالته ودي كلها لحظات كويسه جدا ولحظات رائعه بالنسبه يعني بالنسبه لي رائعه لحظات رائعه ليا ما بنساهاش وبفتكرها من وقت للتاني وببقى سعيد وابتسم وانا بفتكرها. اكيد في ذكريات وبتكون سعيد ولكن لازم برضه ارجعك كده تفتكر ذكريات معينه لو جاهز تشوف معايا بعض الفيديوهات عشان تترجع بعد الذكريات. اكيد ذكريات مهمه جدا ولكن تقدر تقول عامل لك مفاجاه كده نشوف ذكريات ونرجع نتواصل نشوف التقرير الاول. هاي باتريس كيفن كيلبان هير. اهلا باتريس، اعتقد انك تتذكرني في اول زياره لك الى انجلترا عندما التقينا. الشيء الذي اتذكره عنك هو شعرك الطويل، ولكن اتمنى لك كامل التوفيق والحظ في مستقبلك في عملك الجديد مع النادي الاهلي. Good luck for the future. كيفن كيلبان Irish guy. Kevin Killian. From Sunderland. I'm sure he talk about the. أنا متأكد هو بيتكلم عن الهدف الاستثنائي اللي حضرته فعلا لحظات رائعة. The game between Sunderland and Sunderland and Newcastle. The same than Zamalek. مباراة زي بنفس قدر مباراة الأهلي والزمالك في مصر. This game. المباراة دي أنا كنت مجرد يعني لسه لعيب جديد ما كانش حد يعرفني كان بقالي أسابيع بس قليلة في ساندرلاند واتلعب الديربي قدام نيوكاسل وسجلت هدف وكان رائع لأن قبل المباراة ما كانش حد يعرف عني حاجة وبعد المباراة دي بقيت شهير وتعرفت وبقيت واحد المطاعم مش عايزيني أدفع and this goal وكان لسه كانت بدايه تعاقدي وده حاجه زي كده غيرت حياتي كلها هناك something fantastic يعني حاجه رائعه شهاده وذكرى من كيفن كيليان وهو نجم المنتخب الايرلندي ولكنها شايف انها بعثت لك السرور وانت مبسوط بالرساله دي ça fait très plaisir ça fait طبعا حاجه زي كده بتسعدني جدا يعني حاجه فعلا ما كنتش متوقع حاجه زي كده يعني بقى لي فتره طويله ما عنديش اخبار منه بقى سنين طويله وحاجه زي كده فعلا اثرت فيا بشكركم جدا حاجه زي كده اسعدتني جدا متشكر جدا وفعلا انا فعلا انتوا اسعدتوني وفاجئتوني لان ما كنتش متوقع خالص برافو عليكم احنا عندنا مستويات كتيره جدا من السعاده عايزين نسعدك اكتر وعايزين نفرجك على تقرير تاني جاهز نشوف تقرير تاني كده مفاجأة لمستر كارتيرون. Salut Pat, c'était Pierre-Yves. Bah écoute, première chose, joyeux anniversaire. Patrice, طبعا كل سنة وأنت طيب عشان عيد ميلادك. أنا متأخر جدا والنهاردة 4 سبتمبر وده كان طبعا 30 يوليو. طبعا عايز أهنيك على تعيينك لقيادة فريق كبير زي النادي الأهلي. طبعا اتمنى انك تعمل تاريخ جديد مع نادي مليء بالفوز وطبعا انت تستحقها انت لما كنت لاعب رائع واتمنى وانت مدرب كل الناس دلوقتي عارفه امكانياتك وتاريخك وطبعا تستحق قياده فريق كبير واتمنى الانتصار دايما يستمر ويحالفك الحظ مع الفريق وطبعا اخيرا اتمنى مقابلتك قريبا سواء في رين في فرنسا او في مصر حتى انا طبعا في الاخر اتمنى لك حظ سعيد نسيتون جامي فوالا ايكوت جو تامبراس اي بوي جو تو سويت بون شانس مفاجات ما بتنتهيش بيري فاندري بيري فيز is a fan of mine we started together as بدأنا مع بعض سانت تيان مين فرن رين at this moment لعبنا فرنت في الفتره دي it was funny because وكانت حاجه يعني لطيفه عشان واحد زيه احنا الاثنين
ما حضرش اي اكاديميه وبقى مشهور في فرنسا لان قالوا في اثنين بقوا محترفين وفرنسا في اكاديميات كتيره جدا واثنين لاعبين جايين من فرق صغيره بدرجه ثانيه ووصلوا لمستوى الاحتراف مستوى لاعبين محترفين من غير ما يطلعوا بمراكز ساق ومراكز تدريب. انا بشكركم جدا على المفاجاه دي. واحد اثنين من نفس المنطقه في فرنسا ما اعرفش تعرفها ولا لا يمكن تعرف عنها ولا لا بريتاني از ويست بارت اوف حته اسمها بريتاني فرنسا حته احنا منها واحنا اثنين مع بعض وانا سعيد جدا بصراحه المفاجاه دي وبشكركم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك ولسه عندنا مفاجآت. لو بيير اندريه الهداف الكبير بتاع سانت تيان بعت لك الرساله دي لسه معانا رساله كمان ومفاجاه تحب نشوف نشوف الرساله الثالثه والمفاجاه الثالثه المستر كارتيرو. كانت جمعتنا فرصة ان احنا نتقابل في صيف 2012 في مباراة ودية بين فريق ديجو وفريق مصالالة فريق الدرجة الاولى في قطر لما كنت مدرب. طبعا اعتقد كانت اول خطوة كمدرب محترف وبعد كده انت دربت في قارات مختلفة سواء في قارة افريقيا او في امريكا واعتقد دلوقتي انك على خطوة كبيرة وتدريب اكبر فريق في افريقيا. اتمنى لك كامل التوفيق في مسيرتك. سامي باتريك حارس مرمى المنتخب طبعا الفرنسي وحارس ليون جان كلود il a changé hein. Yes. Oui, شكله اتغير خالص. شيب شكله اتغير خالص. انا ما عرفتش شكله. جان كلود شعره يمكن وقع شويه. Incroyable. Yeah. شيء لا يصدق. Il avait pas du tout ce look à l'époque. كان شكله متغير خالص عن كده. Barbe et le crâne rasé ça دقنه وشعره اتغير complètement. انا ما عرفتش شكله. En tout cas, ouais, ça fait ça rappelle de très bons souvenirs, ça fait ذكريات حلوه بالنسبه لي. انا سعيد جدا ان عشنا لحظات كويسه مع بعض. انتوا فعلا بتفاجئوني جامد النهارده. مفاجآت كتيره جدا. انتوا مش متخيلين انا ما كنتش متخيل التلات مفاجآت اللي ممكن تعملوها. بصراحه برافو عليكم المجهود الكبير اللي انتوا عاملينه. وجودك طبعا بشكر كل زمايلي في الاعداد هم اللي قاموا بالدور ده لكن وجودك في قناه النادي الاهلي حاجه كبيره جدا وكان لازم نكون محضرين حاجه ونتمنى الحلقه تكون يعني بشكل مرضي بالنسبه لك. انا بصراحه اتفاجئت كتير ما كنتش متوقع في حلقه طويله بالاسئله دي وبشكركم جدا وحاولت اجاوب بامانه بكل صراحه وبصراحه وكان لحظات سعيده قضيتها معاكم بشكركم وبحيي كل جماهيرنا. المفاجآت شغاله لكن انا يعني بخليك تاخد نفسك كده عشان افاجئك بالمفاجآت اللي جايه. طبعا هنتظر اشوف المفاجات ايه. وانت لعيب مميز ولعيب اديت بشكل كويس سواء كان ولعبت الاكثر من فريق لكن كان ليك تصريحات صحفيه قديمه اتذكر احدى الصحف الفرنسيه كنت عملت حوار قديم 92 94 وكنت بتتكلم على ذكرياتك وهواياتك اللي انت بتحب تلعب جولف بشكل كويس بتروح السينما وبتحب تروح ثلاث ايام السينما كمان من الذكريات اللي حابب تتكلم فيها ان انت بتسمع موسيقى معينه وكمان بتحب مايكل جاكسون بشكل كبير جدا. Oui, j'avais eu. Alors tout ça, c'est ça me rappelle ma vie d'avant. Quand j'étais joueur, 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 et j'avais eu oh là là à la chaise قدامنا الحوار. Ah ouais ouais c'est انا فاكر j'étais jeune effectivement j'ai eu la chance d'aller voir Michael Jackson en concert donc ça m'avait انا حضرت مره حفله لمايكل جاكسون marqué à l'époque وكان وقتها كان مهم وكان كان احد العلامات في الغناء وقتها. Ouais là j'avais les cheveux courts donc ça كان شعري قصير كويس. Merci pour ces souvenirs. شكرا اشكركم على الذكريات الجميله دي. ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير في حياه كارتيرون من وهو لاعب
لما بقى مدرب، وخاصة ان في فريق كان في الاخر بقيت لاعب ومدرب ودربت وخدت باحترافية كبيرة جدا، وكان ليك اسلوب مختلف في التدريب، مش بتحب تقعد في مكان واحد مغامر، بتروح من اكتر من حتة، بتحقق هدف، بتدور على هدف تاني. انا بكون اسعد وانا يعني في الكوره بكون سعيد اكتر وانا مدرب عن لعيب، لان في الملعب بعتمد اكتر على زمايلي، فالمدرب بيبقى ليه دور اكبر، وبحب دايما اوصل للاعبين بتوعي اللي عندي، واحب اقعد مع لعيبه اللي عندي واقعد مع الجهاز بتاعي واحط اقضي وقت كتير معاهم. كل 3 4 ايام بحاول دلوقتي قدر الامكان، عندنا ماتش كل 3 4 ايام، فبحاول قدر الامكان اوصل للكمال في الناحيه الفنيه وافضل احقق افضل نتائج. هي مهنتنا دي مهنه صعبه جدا، 24 ساعه في اليوم قاعدين على طول نتوقع ونفكر هنعمل ايه وهنمرن ازاي وهنعمل ايه عشان نحسن اداء اللاعبين بتوعنا. دي مهنه كل وقت بنقضيه فيها، وقت بتاخد كل تركيزك وكل اهتمامك. بس انا حظي كويس، انا بحب اللي بعمله وسعيد بالمهنه دي لما بمتهنها. اكيد بتسيب بصمه في الانديه اللي بتدربها، عشان كده بتبقى العلاقه كويسه جدا. يمكن حتى اخر فريق في امريكا فونيكس كان عامل لك شكر كبير جدا، وكان عامل لك وداع مهم جدا لمدرب كبير. كان حظي كويس، ان كان علاقتي كويسه، علاقتي كويسه في كل الانديه اللي رحتها، ودايما بيبقى علاقاتي كويسه برؤساء الانديه اللي بكون فيها دايما وبشتغل معاها. استاذ ماجد سامي في نادي وادي دجله كان دايما عندي اخبار لغايه دلوقتي وسعيد بيها، وسعيد دايما حتى من هنا التعاقد نهايه بطريقه كويسه، وانا كنت سعيد بالتعامل معاه والعمل معاه، حتى لو دلوقتي الطرق اختلفت، دلوقتي انا بقيت في حته وهو في حته ثانيه، لكن في بيننا احترام وفي في قيم معينه في كره القدم المفروض نحافظ عليها. وانا سعيد لما تقولي ان بسيب دايما بصمه في اي نادي بروحه، دي حاجه فعلا زي كده بتاثر عليا وبتسعدني وبتخليني احاول احافظ على ده على طول. اكيد الانديه حتى باين في احتفائها، وعشان كده هنطلع نشوف تقرير عن نادي فونيكس الامريكي وهو بيكرمك وبيقول لك شكرا على اللي انت عملته معانا. هنطلع نشوف تقرير مهم ونرجع مرة أخرى لنتواصل مع مستر كارتيرون، والكلام النهاردة مهم جدا، واللي بتسمعوه هنا في الأهلي ليلة صعب تسمعوه في أي حتة. على عكس الكثير من الأندية، قام نادي فينيكس رايسينج الأمريكي بتقديم الشكر لمدربه باتريس كارتيرون وتمنى له التوفيق مع الأهلي. على صدر موقعه على شبكة الإنترنت نشر النادي الأمريكي صورة كبيرة لكارتيرون وكتب عليها Thank you Patrick. أشاد النادي كثيرا بما قدمه المدرب مع فريقه الأمريكي، تمنى له التوفيق مع ناديه الجديد الأهلي المصري، وكتب الموقع يقول: الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة الدوري 40 مرة، بالإضافة إلى 36 بطولة لكأس مصر وعشر بطولات لكأس السوبر المصري وثمانية ألقاب لدوري أبطال إفريقيا وأربع بطولات لأبطال الكؤوس ولقب للكونفدرالية وستة ألقاب للسوبر الإفريقي ولقب للبطولة الأفرو-آسيوية، بالإضافة للعديد من الألقاب العربية، كما حقق بوروندية كأس العالم للأندية عام 2006، كلها ألقاب منحت الأهلي لقب نادي القرن في إفريقيا. كتب الموقع على لسان كارتيرون حبه الشديد للفريق الأمريكي، أكد أنه بعدما أصبح مدربه السابق فقد تحول إلى مشجع للفريق. أشاد الموقع بما حققه كارتيرون مع الفريق، حيث أشار إلى عدد مرات الفوز في الدوري إلى 20 فوزا في بطولة واحدة، كما أنه لم يعرف طعم الخسارة في 11 مباراة متتالية، وهو ما لم يحدث من قبل. نشر الموقع على لسان بيرك باكاي رئيس النادي
أن كارتيرون وضع النادي على طريق النجاح قبل أن يغادره، وأنهم أبدا لن ينسوا الفترة التي قضاها معهم، وأنهم محظوظون بأنهم عملوا معه. واختتم الموقع كلامه بدوام التوفيق لمدربهم السابق باتريس كارتيرون. طبعا حاجة كويسة جدا لما يكون الأندية اللي انت شغال فيها وماشي بتعمل لك تكريم وبتقدرك، وده دليل على العلاقة الطيبة جدا اللي بتربطك وبين الإدارات والأماكن اللي دربت فيها. بشكر مرة كمان بشكر الرئيس اللي هو صديقي لغاية دلوقتي، ودي دي ركبة il m'avait dit parce que j'ai eu beaucoup de propositions et non tu peux pas partir mais قال لي عندي طلعوا عندي عروض كتيره قال لا لازم تبقى معايا par contre je comprends ولما جه النادي الاهلي قال لي انا مقدر عارف النادي الاهلي ده حاجه كبيره ما اقدرش امنعك تروح النادي الاهلي ده نادي كبير واكبر نادي في افريقيا النادي الاهلي وديدي دروجبا بيحترم النادي الاهلي جدا وكره القدم المصريه وقال انا خليك انا اتسافر وهقبل انك تسيبني وتروح تمرن فرقه ثانيه عشان قدر النادي الاهلي نادي كبير انا أكيد كان في بينك وبين دروجبا وعود كتير وأمور هتحصل، ولكن مفاوضات النادي الأهلي خلت كل ده ينتهي، لكن هو كان مرحب جدا أنك تتولى قيادة النادي الأهلي. أيوة. هو تفهم جيدا الأمور، وبعد كده زي ما حضرتك عارف حبيت أكون محترم مع إدارة النادي اللي كنت فيه، وحبيت أكون محترم مع الناديين. أنا كان عندي بند في عقدي إن ممكن أخرج من العقد أو ألغي العقد. أنا تعاملت بطريقة محترمة واحترمت الناديين، وما حبيتش إن الأهلي هو اللي يدفع شرط الجزائي، ودفعت شرط الجزائي بنفسي، ودعبت النادي فينيكس، دعبت له، دفعت أنا من جيبي الشخصي شرط الجزائي، ودي كان أقل حاجة أعملها عشان يبقى فيه التزام رياضي. ما اتناقشتش معاهم فيه في الشرط الجزائي، وأنا كنت شايف برضو من ناحية الأهلي ما كانش ينفع أقول له لو سمحت ادفع لي الشرط الجزائي، يعني كنت شايف حاجة مش هتبقى كويسة، منظر مش هبقى كويس. أنا خلصت نفسي من العقد وعشان أبدأ تحدي جديد مع نادي كبير، وأنا اخترت التحدي ده وانا قمت باختيار واخترت النادي في الاهلي، وانا سعيد وانا فخور ان اكون مدرب نادي الاهلي دلوقتي، لكن انا برضو فخور وسعيد ان انا رجعت مصر وليا اصدقاء في نادي دجله في مصر وفي كل الانديه اللي حواليا اللي في الدول اللي رحتها. في اصرار منك ورغبه كانت كبيره، زي ما كانت في رغبه من النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي اللي ايد قرار الاداره، برضو كانت في رغبه كبيره منك انك تتواجد، وده اللي خلاك تدفع الشرط الجزائي من جيبك دون الرجوع للنادي الاهلي. طبعا بكل تاكيد المناقشه اللي حصل بيني وبين كابتن محمد فضل كان يعني جرت ريقي زي ما بيقولوا، فتحت نفسي ان اجي امرن، حسيت ان عندي نفس الافكار ونفس الاهداف، حسيت ان هو ده الوقت المناسب ان اجي في الوقت في المكان ده في المكان الصح، ودي حاجه ما تتشرحش، حاجه بتتحس، حاجه داخليا جاي لي احساس ان هو ده الاختيار الصح في الوقت ده. حسيت على طول فورا ان هو ده مكاني، ده المكان لازم اروحه، دي محطه جديده بالنسبه لي النادي الاهلي، ولذلك حطيت ارادتي كلها ودخلت في المفاوضات ووافقت على طول. اختيار صح واختيار في وقته، رغم ان الحاله الفنيه للفريق والنتائج ما كانتش بالشكل الكبير، وكلمة مغامر اللي بتطلق عليك الصحافة العالمية كلها برضو تنطبق عليك في اختيارك في هذا التوقيت للفريق الأهلي. طول عمره كبير، ولكن التوقيت ده كان فيه بعض التراجع الفني، ده ما خوفكش خالص؟ دايما في مخاطرة، لكن أنا قلت طبعا إن مع الشغل ومع الثقة ومع اللعب ومع القيم النادي وقيم اللاعبين وامكانيات اللاعبين وكل العناصر دي مع بعض مع اعضاء الجهاز الفني،
وندي كل اللي عندنا ممكن نحقق نتائج كويسة. أنا قلت في أربع مباريات فاضلين في بطولة أفريقيا المفروض نكسبهم، وأنا قلت لنفسي ممكن نكسبهم، قلنا بس لازم نستعد كويس لبداية الموسم الدوري، وبفضل اللاعبين وبفضل مساعدة الجهاز الفني قدرنا نحقق اللي احنا عايزينه وحقق نتائج كويسة ونهينا في المركز الأول مجموعتنا في بطولة أفريقيا، وأنا أعتقد دي بداية مشجعة d'être encore plus exigeant envers nous-mêmes. وانا حاجة زي كده بتخلينا لازم نشتغل على نفسنا اكتر ولازم نصدق اكتر ولازم نستغل الثقة اللي جات لنا من نتائج كويسة عشان نحقق نتائج افضل بعد كده. مفيش شك ان انت صاحب شخصية قوية، عندك حماس كبير جدا، ربما حاولت اسال بعض الاسئلة اللي دمها خفيف او لايت عشان اخد ابتسامتك اللي انا شايفها قدامي، لكن في كرة القدم واضح انك هتفضل جد وهتفضل صارم هتفضل ماشي في التراك، مش هتبص لا شمال ولا يمين. نو بيان سور سي طبعا بكل تاكيد سافي جو مي نوري دي ريزولتا. انا بتغذى على النتائج بتتغذى على النتائج انا بتغذى على النتائج وبحتاج النتائج. بقول دايما ان الجهاز الفني بيشوفوني ساعات قبل الماتش قاعد في حاله اريحيه ومش مسدود، لان بقعد قبل الماتش بكتير بقعد افكر كل الحاجات السلبيه في اول اسبوع علشان قبل الماتش اكون مستريح. اول اسبوع بفكر ايه الحاجات اللي ممكن تضيع مني، ايه الحاجات المفروض اشتغل عليها قبل المباراه، وبدرس الفرقه بشكل الفرقه بتلعب قدامي بشكل كبير عشان اكون قبل المباراه افضل. وبقول دايما لافراد الجهاز المعاون ليا انت عارف كل الفرق الخصم لينا؟ اشتغلنا عليهم طبعا. فاقول له طب انت عرفت اسم الكلب بتاع المدرب بتاع الخصم؟ يقول له لا. يقول لي انت ما عرفتش. طب يبقى انت ما جبتش كل المعلومات. انا بضحك طبعا وبهزر، بس بقول انا اقصد ان احنا بنلم كل المعلومات عن كل الفرق اللي ممكن تكون موجوده لاي فرقه بتلعب قدامنا. كم واحد قال لك ان شخصيتك ماشيه مع شخصيه النادي الاهلي، مع هذا الكيان وهذا الفريق اللي شخصيه مدربه ماشيه مع شخصيه فريقه؟ كم واحد قال لك كده؟ Je découvre puisque. أنا بكتشف بنفسي. أنا بقول بمنتهى البساطة أنا مركز على المباريات على النتائج. أنا بخرج قليل قوي. فما بقابلش ناس كتيرة بصراحة، جماهير كتير في الشارع. ما بخرجش أشوف يعني حياة الجماهير بتاعتنا بشكل مباشر. أنا بقابلهم أكتر في النادي في المباريات. لكن الهدف إن أحقق أفضل أحقق نتائج كويسة. وشخصيتي أنا سعيد. سعيد بالتحسن في الاداء ومسانده الرئيس النادي واعضاء مجلس الاداره والحق النتائج اللي هم عايزينها، عشان بدون نتائج كويسه ما عندهاش اي حاجه، ولازم نحقق نتائج كويسه علشان النادي والمنظومه كلها تستمر في الكبر وتبقى اكبر واكبر تاني. عندنا هاشتاج على الفيسبوك والسوشيال ميديا اسال كارتيرو، يعني عايز اقول لك في الساعه ونص الاخيره أنا جاي لي أكتر من 1730 سؤال، الساعة ونص الأخيرة بس، ولو حسبت لك عدد الأسئلة اللي جات لي على مدار اليوم أو من امبارح، هقدر أقول لك إن أنا داخل في 20,000 سؤال، صعب جدا لكن معظم الكلام اللي حناه، وهقول لك أسئلة تانية أكتر، لكن قبل ما أقول لك وأختم معاك بأسئلة الجماهير والمشاهدين، أكيد بقى لما أتكلم في الحياة الشخصية شوية بشكل عام هتكون الأمور ألطف. وهنتكلم وهنهزر. الاكل الفرنسي السفير ستيفن روماتيه يعني كان باعت لك رساله مع زميلنا اللي عمل معاه الحوار ان هو عازمك على العشاء في السفاره الفرنسيه عشان لو وحشك برضه الاكل الفرنسي. سي تري جونتي سي تري جونتي جيري فولونتي. انا سعيد جدا وبشكره جدا واكيد طبعا حلبي الدعوه. كان قريت لك عنوان شايفه كل كلامك وتصريحاتك في الصحافه او في الاعلام يبدو انها دقيقه جدا وبتعبر عنك بشكل كبير. وباكد على شخصيتك القويه تاني، لكن عنوان مهم جدا تذكرته دلوقتي، انت قلت تحديدا كده انا تزوجت كره القدم. بالفعل وي سي فري سي بالفعل هذا حقيقي سي فري كو لا vous avez dit quelque chose de très juste il est dit انت قلت حاجه صحيحه جدا une vie personnelle انا ما بحبش يبقى اربط ما ينفعش يبقى عندي حياه شخصيه يعني يكون مليانه حاجات واحداث مع الحياه كره القدم والتدريب صعب جدا
ولذلك بقول بقى لي سنين انا اتجوزت كره القدم. كره القدم هي اللي بتحتل تفكيري وتشغل فكري وبتدي مشاعر جميله. انا حظي كويس عندي ان كان عندي اسره وعندي اولاد كبار. Donc j'ai bien le temps de m'épanouir. فانا عندي يعني وقت مش مش يعني في حياه خاصه ما بزهقش لان لما اكبر لان عندي اولاد. بس ذاتي الافضليه ليهم ميول كرويه ميولهم ايه؟ اولادك ميولهم ايه؟ بيشجعوا ايه؟ في اوروبا طبعا. هم يتابعوا طبعا ابوهم. بيتابعوا الانديه بيشجعوا الانديه اللي مرنها لعبوا على مستوى الهواه لكن ما حدش منهم هيكون محترف يعني بس هم يكملوا دراستهم بشكل كويس وتبقى كل حاجه ماشيه كويس. زاروا مصر؟ هل جم زاروا مصر قبل كده سواء لما كنت مع دجله او دلوقتي مع النادي الاهلي؟ comme je suis quand même un bon père j'ai طبعا لان انا اب كويس فحاولت اخليهم كنت حاسس ان هم يجوا انا مع والدي دجله جم زاروا مصر زاروا المتحف وزاروا الاهرامات فدلوقتي بيعرفوا مصر كويس يمكن بيعرفوها افضل مني بيعرفوا الثقافه المصريه اكتر مني لان كان عندهم فرصه ان هم يزوروا وانا في حاجات هم شافوها انا لسه ما شفتهاش لغايه دلوقتي. أكيد يعني كلام مهم عن الأسرة ولكن لو حابب تقول أي حاجة تانية عن الأسرة قبل ما أسألك آخر أسئلة لأسئلة الجمهور هتكون سريعة جدا لأن أنا أخدت من وقتك كتير جدا وبشكرك على أنك متحملنا وإحنا واخدين معاك وقت طويل. لا أنا كلمت مفيش حاجة أنا كلمت عن ولادي وأهم حاجة عندي وأتمنى يكونوا في سعادة كويسة وهم بيتابعوا نتائجي وأنا انتهزت الفرصة إن أبعت لهم السلام وبحيي كل منطقة بريطانيا فرنسا اللي أنا اتربيت فيها وفي ناس من بريطان كتير بريطانيا بيبعتوا رسائل وانا بشكرهم على الرسائل دي وفخر ليا كبير ان اكون اول مدرب فرنساوي يقود فنيا النادي الاهلي واكيد كده ناس ليا في فرنسا فخورين ان واحد راجل فرنسي مدرب فرنسي يتحمل مسؤوليه فنيه للنادي الاهلي. الناس في فرنسا فخورين وبشكرهم ومره ثانيه بكرر ده شرف ليا ان يجي دعوه من سفير فرنسا في القاهره. أنا فعلا اتأثرت وسعيد بالموضوع ده. معظم أسئلة الجماهير من معظم الأسئلة اللي احنا بنتكلم فيها لكن معظم الأسئلة أفريقيا والدوري نعيد الإجابة تاني عشان لو ما كانش حد بيتابعنا من الأول المنافسة في الدوري والمنافسة في أفريقيا. La compétition africaine, il fallait vraiment. المنافسة في أفريقيا. لازم يكون طبعا ليه أولوية والتفكير والأفضلية في اختياراتنا. اللاعبين لما كان عندي موقف صعب وجدتهم حاضرين معايا وحققوا نتائج كويسه. انا عندي فرقه كويسه وبنلعب قدام فرقه قويه كمان. بشكل شخصي انا حاسس ان هيبقى ماتش من امريكا السمراء. اشتغلوا كويس الفتره الاخيره وعندهم مدرب فرنسي اعرفه كويس. لازم نعمل مباراتين كويسين في الذهاب والعوده عشان نعرف نتاهل. في حاله تاهلنا Je suis content qu'on ne joue pas ni le TP Mazembe ni. أنا أتمنى طبعاً كويس سعيد مش هلعب لا مع مازيمبي ومع الترجي التونسي. Pour plusieurs raisons. لأسباب كتيرة عشان مازيمبي أعتقد لسه بادئ إن احنا نقابلهم. والترجي إن احنا كسبناهم في دوري المجموعات. فطبعاً لما نلعبهم في النهائي طبعاً هيبقى شعور كويس. لكن لو قابلناهم قبل النهائي كنت أقلق إن اللعيبة يتلخبطوا شوية أو يبقى عندهم ثقة كبيرة في نفسهم يلعبوا عشان الفرقة لسه كسبانهم فيحسوا إن ممكن يكسبوهم فممكن تبقى نتيجة على غير متوقع. Et éventuellement qu'on joue une revanche. ما يكون مثلا فرقه بيلعبوا نلعب ماتش انتقامي او نرد اعتبارنا لهزيمتنا قدام الوداد السنه اللي فاتت اتمنى العبهم ونرد اعتبار النادي. وانا شخصيا خسرت قدام وفاق سطيف قبل كده السنه اللي فاتت فاتمنى العبهم. فسواء لعبنا قدام احدى فرقتين مش هيبقى بالنسبه لي مشكله
وهيبقى ماتش مهم. سباق الوداد وماتش ستيف طبعا ده نادي والنادي اللي هيلعبه نادي كبير ولعب ماتش كبير وكسب ماموريدي سان داون فلازم نديله اهتمامه ولازم نستعد كويس ونكسب عشان كل جماهير مصر تبقى فخوره بينا وكل الجماهير المصريه تبقى فخوره بادائنا. اكيد كل الجماهير فخوره بيك، بشكرك، اخذت من وقتك كتير جدا، لكن كان مهم نطرح عليك كل الاسئله اللي بتدور، كان مهم نتكلم معاك بصراحه على شاشه قناه النادي الاهلي، ربما تكون في بعض الاسئله اللي كان فيها جرأة شويه على قناه تابعه للنادي، لكن ما عندناش سقف في القناه، الاداره سايبانا نشتغل بحريه كبيره زي ما بتسيبك تشتغل في فرقه الكوره، لكن انت كنت منور النهارده في بيتك، سعيد جدا ان انا كنت معاك النهارده، ولو حابب تقول اي حاجه او اي رساله قبل ما اشكرك. مرة تانية بس عايز بقول برضو انا قلت حاجه اجاوب على كل اسئله مهما كانت، وبشكر النادي ان سمح لك تسال كل اسئله بجرأة زي ما عايز قلت، ودي حاجه كويسه ودي حاجه بتعكس القيم وهويه النادي اداره النادي، وانا احس بشكل يومي et le cœur de l'Égypte bat au cœur d'Alali de وقلب مصر بينبض في قلب الاهلي، قلب الاهلي هو قلب مصر. Je le vois aux réactions des gardiens quand je vois les soirs de match. رد فعل الحرس الامن عندي في مكان ما انا ساكن وانا برجع بالليل بشوف وشهم سعداء او غير سعداء من اداء المباراه من وش افراد الامن في سكني. En fonction des réactions c'est incroyable les gens. ساعات بحب ما بجيش بمشي واحده واحده اشوف ردود فعلهم ايه. قد ايه الناس دي بتحب النادي، وده شرف كبير ومسؤوليه كبيره وفخر ليا ان ادي كل حاجه عندي عشان اكون على قد مسؤوليه التحدي اللي بقوم بيه، ولازم احسن من اداء والنادي وعشان احقق نتيجه كويسه اخلي الجماهير فخوره بنتائجنا وفخوره بلاعبينا وفخوره بالوان النادي. اشكركم للسهره دي والمفاجات اللي عملتوها ساعدتني جدا، ثلاث مفاجات de continuer à ودي حاجه زي كده بتديني حماس اكتر ان احقق نتائج اكبر وارجع تاني اقابلكم مره تانيه ان شاء الله. اشكرك وانا فخور بيك جدا وفخور بشخصيتك، واتمنى لك الفتره الجايه انك تتغذى زي ما انت قلت بالنتائج الجيده مع النادي الاهلي. شكرا ليك مستر كارتيرون. شكرا. طبعا لكل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي فقره حواريه مميزه جدا. الاهلي الليله واحلى ليله مع مستر باتريس كارتيرون، سواء أسئلة مهمة جدا، وبعتذر لكل الجماهير والمشاهدين والمتابعين اللي بعتوا أسئلة كبيرة جدا، قدرنا نسأل أسئلة مهمة جدا، لكن أكيد هتكون في لقاءات أخرى عشان نتكلم دايما مع واحد مدير فني قوي عنده شخصية واضحة جدا على أداءه. بقول لك أنا بتغذى عن النتائج، أنا متزوج كرة القدم. أكيد عرفنا حاجات كتير جدا عن مستر كارتيرون، عشان كده بشكر كل زملائي اللي تعبوا النهاردة في الحلقه، زمايلي تعبوا جدا جدا جدا، بدايه من رئيس القناه الاستاذ خالد توحيد، الاستاذ ايمن بدر، الاستاذ محمد القوسي، كل فريق الاعداد تعب بشكل كبير، برجاوي والناس كلها تعبت بشكل كتير. اشكر مجلس اداره النادي الاهلي وشركه برزنتيشن على الشكل اللي قناه النادي الاهلي ظهر بيه وهتظهر بيه الفتره الجايه. لسه الكلام ما خلصش في الاهلي الليله، وبعد الفاصل فقرة مهمة جدا، لائحة النادي الأهلي ونظام النادي الأهلي، وما تنسوش بكرة كابتن محمود الخطيب مع أعضاء الجمعية العمومية في أهلي الجزيرة والحديث عن اللائحة، وبعد الفاصل الإعلامي الكبير الأستاذ شريف فؤاد وعضو مجلس الإدارة المحترم الأستاذ إبراهيم الكفراوي، حديث جديد حول لائحة النادي الأهلي، انتظرونا بعد الفاصل.